مشاهدينا الكرام السلام عليكم، نجدد اللقاء في المباشر من اولمبي رادس على الوطنية الاولى في هذه التغطية المتميزة لواحدة من اقوى مقابلات البطولة التونسية، كلاسيكو النادي الافريقي ونجم الرياضي الساحلي، له طبع خاص ومميز، نكهة غير عادية، عشوية ولا احلى، تاريخ وماضي، 41 لقب محلي بين بطولة وكأس في خزينة النادي الافريقي ونجم الرياضي الساحلي السياو ليتوال، معطيات وارقام هبال تخلينا ننتظر لقاء قد يبقى في البال لكل عشاق المستديرة في تونس وفي الوطن العربي، قصة 60 سنة لقاءات ومنافسات كتبها التاريخ بأسماء ذهبية لبست مريول الفريقين، بداية بأول حوار يوم 20 نوفمبر 1955 في ملعب جيو أندري، العياشي والقبيلي والدهماني ورضا المدب في الإفريقي، الشتالي بوذينة مزاز والحبيب موقف النجم، هذه أسماء الخمسينات والستينات، أسماء وألقاب 2015 في اللقاء عدد 116، يمثل النجم الرياضي الساحلي اليوم في التشكيلة الأساسية أيمن المثلوثي في المرمى بالقميص رقم 1، حمدي النجاز باش يكون هو ظهير أيمن في تشكيلة المدرب، فوزي البنزرتي رقم 21، عمار الجمل 5، رامي البدوي 26، 15 زياد بوغطاس، فرانك كوم الكامروني كلاعب ارتكاز، معه معدي سعادة بالقميص رقم 11، 17 مروان تاج، 8 علي البريقي، 9 بغداد بونجيح هداف البطولة، 13 الغيني الخليل بانكورا، هذه الأسماء الأساسية بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للنادي الإفريقي في المرمى فاروق بن مصطفى، حمزة العقربي على اليمين، هشام بالقروي في محور الدفاع مع بلال العيفة، على الظهير الايسر 11 ياسين الميكاري، حسين ستيفان ناطر في وسط الميدان مع سيدو صليفو الغاني، 21 التيجاني بالعيد، 35 زهير الذوادي، 30 صابر خليفة، و19 عبد المؤمن جابو، الاسماء الاساسيه اللي عاول عليها المدرب الفرنسي دانييل سانشيز على بنك الاحتياطيين. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ايمن بن ايوب، صدام بن عزيزه، ايمن الترابلسي، محمد نضال سعيد، محمد امين بن عمر، يوسف المويبي وسفيان موسى. بالنسبه للنادي الافريقي سيف الشرفي، سيف تقاع، اسامه الحدادي، عماد المنياوي، مراد الهذلي، نادر الغندري وشهاب الزغلامي، هذه القائمه كامله بالنسبه للاسماء اللي باش تمثل الافريقي والنجم هذه المباراه مع دخول اللاعبين الى ارضيه الميدان باداره مدامين بن ناصر. وراء خط المرمى سيكون وسيم بن صالح على الخط الاول، على الخط الثاني لايمن كشات، المساعد الاول فاروق بن فرحات، المساعد الثاني ايمن بن اسماعيل، الحكم الرابع مراد بن حمزه، والمراقبين عواز الترابلسي والهادي الملولي. طاقم تحكيم مباراه النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، الافريقي متصدر البطوله ب 39 نقطه، بعيد 5 نقاط على النجم الرياضي الساحلي، والترجي الرياضي التونسي ب 34 نقطه مع واحد على مستوى المقابلات. بالنسبه للترجي بعد انتصار الامس في ملعب مصفى بن جنات بن منستير بهدفين مقابل واحد، الشعار بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي à ce jour, oui. Maintenant, il y aura d'autres matchs, quel que soit le résultat, il y aura d'autres matchs encore. Donc, je pense que ce ne sera pas décisif aujourd'hui. Vous êtes confiant pour l'issue finale? Oui, il faut toujours être confiant, bien sûr. On s'est bien préparé. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Merci bien. عبدالليك هيكل متفائل المدرب سانشيز بنتيجة المباراة، يقول أنها ماهيش المباراة الهامة لهذا الموسم. عندك التفاصيل؟
الترجي الرياضي هيثم قيرات في دربي العاصمة. الترجي والنادي الافريقي اليوم محمد امين بن ناصر بين الافريقي والنجم الرياضي ساحل النجم بالازياء البيضاء والافريقي بالازياء المعتادة. ايمن المثلوثي وزهير الذوادي يحملان شارة القيادة في الفريقين. عسوار التذكارية قبل انطلاق هذه المباراة في التاريخ عدد 116 بين الفريقين 58 في العاصمة لحظات وتعطى إشارة انطلاق هذا اللقاء. فرجة رائعة للجميع على الوطنية الأولى التي موجودة كالعادة في مثل هذه المناسبات الكبرى بالنسبة لأبرز لقاءات البطولة الوطنية التونسية. نتمنى بشكون عشوية كروية من أعلى طراز، متعة ونكهة وحلاوة بفضل لاعبي النادي الافريقي والنجم الرياضي ساحلي الأقوى والأفضل هذا الموسم، المتصدر والوصيف في البطولة بعد 17 جولة من انطلاق هذا الموسم الكروي 2014-2015. لمن سيكون الانتصار؟ 43 للافريقي ام 36 للنجم الرياضي الساحلي ام التعادل؟ عدد 39 بين الفريقين في المواجهات في التاريخ والماضي. الكرة ستكون للنادي الافريقي مع اشارة انطلاق اللقاء من محمد امين بن ناصر للموسم الثاني على التوالي. يزفر في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما كان الموسم الماضي زفر أول مباراة ليه، مباراة الجولة الأولى ذهاب يوم 15 سبتمبر 2013 بين الشبيبة القيروان والأولمبي الباجي، وتفوق الشبيبة بهدفين مقابل صفر. اليوم مباراة الإفريقي والنجم الساحلي الأولى على مستوى إدارة المقابلات الكبيرة في البطولة التونسية. لهذا الحكم 35 سنة وشهرين مرشح بارز للدخول للقائمة الدولية السنة القادمة سنة 2016. والحكام التونسيين قادرين باش يمشيوا بعيد برشا. اليوم ماجد رحومة المساعد الأول سيكون في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للأصغر أقل من 17 سنة في النيجر بين جنوب إفريقيا وغينيا. الحكم الرئيسي سيكون الدولي المغربي نور الدين الجعفري. نعود لمحمد أمين لتكون أمينا ولترضي الإفريقي والنجم ولتكون عادلا في هذه المباراة، مباراة القمة بين الإفريقي والنجم. إشارة انطلاق الفرجة في هذه اللحظات. كرة للنادي الإفريقي لزهير الذوادي، محاولة الدخول تدخل من رمي البدوي، يمشي كرة مروان تاج في وسط الميدان، يطلب لاعب كرة ترجع للنجم الرياضي الساحلي بعد هذا الحوار بين مروان تاج والتيجاني بن عيد في أول كرة في اللقاء. أرضية ممتازة، كل المعطيات تبشر بمباراة على مستوى عال من المستوى الفني بين فريقين هما الأفضل إلى حد الآن هذا الموسم على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج، مع عودة بقوة للترجي في الجولات الأخيرة في مرحلة الإياب مع المدرب البرتغالي جوزيه دي مورايس. كرة ترجع لصابر خليفة قبل ما تخرج وتتجاوز الخط النهائي للميدان. يعود التماس للنجم الرياضي الساحلي. عمار الجمل اليوم يرجع للتشكيلة الأساسية في مباراته السابعة مع نجم الرياضي الساحلي هذا الموسم كظهير أيسر معوض لغازي عبد الرزاق. عمار الجمل يعطي كرة إلى بغداد بنجاح، محاولة التمرير للخليل بنكورا ما تمرش الكرة ترجع للنادي الإفريقي. التيشني بالعيد إلى عبد المؤمن جابو، المتابعة موجودة من زياد بوغطاس، يقطع هذه الكرة والهجمة للإفريقي زياد بوغطاس. عمار الجمل، الجمل المتابعة من صابر خليفة، يرجع إلى رامي البدوي، محور دفاع النجم العادي بين رامي البدوي وزياد بوغطاس، طويلة من رامي البدوي، البحث عن بغداد بنجاح، الدفع من هشام بالقروي في هذا الحوار الجزائري دفاعي للإفريقي، هجومي للنجم الرياضي الساحلي والمخالفة للنجم الساحلي. أفضل هجوم وأفضل دفاع في هذه المواجهة اليوم لمن ستكون الغلبة؟ فاروق بن مصطفى في مرمى النادي الإفريقي 18 على 18 على مستوى المشاركة كأساسي في تشكيلة باب جديد. كرة من مروان تاج على مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. مروان تاج يلعب كرة، مروان يوزع
لعب دخل هشام بالقروي ولا تبقى للنادي الافريقي من صفر خليفه. محاوله الاسراع على الهجمه من عبد المؤمن جابو، دور عبد المؤمن جابو حاول يعطي الكره للتجاري بعيده قصيره مقطوعه من فرانكام. فرانكام يطلب الخليل لبانغورا، يخير بالشعتي الى حمدي النجاز الرباعي دفاع النجم الرياضي الساحلي، هو في الاصل رباعي محور طويل القامه. حمدي النجاز رمي البدوي زيد بغطاس وعمار الجمل فستو الدفاع نتاع النجم، اختيارات من المدرب فوزي البنزرتي للحد من خطوره هجوم النادي الافريقي. عبد المؤمن جابو، زهير الذوادي والصابر خليفه، كل مباراه وعندها التكتيك نتاعها. بغداد بنجاح ملقى على ارضيه الميدان هداف البطوله بثمانية اهداف الى حد الان الموسم الماضي بعد 17 جوله. بغداد بنجاح اللي تم الهداف البطوله الوطنيه ب 14 هدف كان عنده 7 اهداف في العداد نتاع ترتيب الهدافين هذا الموسم، زائد واحد الى حد الان. الكره تخرج ترجع للحارس الدولي ايمن المثلوثي في مباراه تعدد 201 في البطولة الوطنية، وهو الحارس رقم 16 في تونس اللي يتجاوز رقم 200 على مستوى المشاركة في البطولة المحلية. أيمن المثلوثي، كرة سيدو صليفو مع بلال العيفة، ياخذها بلال، كرة تمشي إلى رامي البدوي، أخذ من عبد المؤمن جابو. أيمن المثلوثي مع الغيني خليل بانكورا، تمشي لفرانكام يفقد التوازن نتاعه، كره ترجع الى صابر خليفه. خليفه كره في ظهر حمد النجاز، تمشي زهير الذوادي يحاول التوزيع على الذوادي من البلبوري، مازال الهجمه للنادي الافريقي وتدخل من مروان تاشف الكره في الركنيه الاولى للنادي الافريقي في المباراه. نلعب في توقيت 4 دقائق لعب، لا يزال التعادل. هذه العمليه زهير الذوادي على مستوى عن توزيع التدخل من ايمن المثلوثي وفي التخت يا مروان تاشف الكره في الركنيه بمبدا السلامة. الركنية للنادي الافريقي، كرة من زهير الذوادي على القائم الاول على التدخل من دفاع النجم. كرة فرانكام يرفع كرة طويلة، حمزة العقربي بالراس مقطوعة ياخذها الخليل بنكورا، يعكس الهجمة للنجم الرياضي الساحلي. العقلة موجودة والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة للتجاني بالعيد، أول بطاقة صفراء واضحة العملية واللقطة والصور البطيئة وعرقلة التجاني بالعيد للخليل بنكورا المهاجم الغيني للنجم الرياضي الساحلي. جاء للنجم عمره 17 سنة وتكلف على خزينة النادي 10,000 دينار فقط. كرة من زياد بوغطاس، يرفع كرة زياد بوغطاس، البحث عن حمدي النجاز مع زهير الذوادي، ياسين المكاري، كرة ترجع تمشي لعليا البريكي، عليا مازال يحتفظ بالكرة في منطقة الجزاء، كرة ترجع لدفاع النادي الافريقي. زهير الذوادي يزفر المخالفة، محمد امين بن ناصر في مباراة السابعة هذا الموسم. هذه الكرة والعملية الأخيرة بين زهير الذوادي، سيفو ساليدو ساليفو وياسين المكاري، والكرة لدفاع النادي الافريقي فاروق بن مصطفى. بنك احتياطي النجم الرياضي الساحلي فوزي البنزرتي، رضا الجدي، تعليمات بداية المباراة. ولا لازالت عند النجم من بغداد بنجاح ولا فرصة سانحة للتهديف من هذا الجانب أو ذاك. كرة طويلة سهلة لفاروق بن مصطفى بسرعة إلى حمزة العقربي. العقربي دور تكتيكي كبير لمروان تاج وعليا البريكي على مستوى التغطية. اليوم حسب التمركز نتاع اللاعبين فوق أرضية الميدان، النجم الرياضي الساحلي يلعب بالرسم التكتيكي 4-4-2 زوز فكاكة. أكثر دور هجومي لمهدي سعادة مع فرانكوم. مهدي سعادة اليوم لعب، كان يلعب 9.5 في المقابلات الماضية مع النجم، اليوم يلعب كلاعب ارتكاز ثاني مع فرانكوم. وحمد النجاز يعكس الهجمة، يدخل حمد النجاز يحاول المرور والتغطية من سيمو سليفو، كرة خارج الميدان للظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي حمدي النجاز. فاروق بن مصطفى وحسين ستيفان ناطر والتيجاني بالعيد، ثلاثي خاض كل المقابلات كأساسي مع النادي الافريقي هذا الموسم ولا غياب في اي مباراة. على العكس بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، أكثر لاعب شارك كأساسي هو الجزائري بغداد بنجاح في 16 مباراة. كرة من زهير من صبر خليفة ترجع إلى حمزة العقربي، حمزة العقربي إلى بلال العيفة، بلال إلى هشام بن قروي.
حسين ستيفان ناطر. أول دفاع في النجم خليل فانكورا وبغداد بونجاح. صعوبة في الخروج بالكرة لنادي الإفريقي صغير الذوادي. يرفع ياسين المكاري قبله حمدي النكاس. كرة توصل عبد المومن جابو إلى تجانب العين. عمار الجبل يتدخل. بغداد بونجاح لمسة واحدة وتفطن هشام بالقروي. كرة ترجع للتماس تخرج للنادي الإفريقي. في العاصمة 57 منافسة سابقة، 32 فوز للنادي الافريقي، 10 انتصارات للنجم الساحلي و15 تعادل. كرة لصبر خليفة يحاول التوزيع إلى عبد المومن جابو. جابر في المنطقة مع مهدي سعادة يتدخل. زيد بوغطاس إلى خليل بانكورا يتبع فيه حسين ستيفان ناطر. ياخذ الكرة موجود في التغطية مهدي سعادة. تبقى الكرة للنجم الساحلي من خليل بانكورا. يعكس الهجوم علي البريك، علي البريك، البريك يطلب بغداد بونجاح في ظهر هشام بالقروي. متفطن هشام بالقروي المدافع السابق لاتحاد الحراج، لكن كرة خاطئة من بالقروي. تمشي لحمد النكاز فرانكام الى الرامي البدوي. البدوي يحاول يلعب مع علي البريكي. ما كره تخرج، كان صعب على علي البريكي. يوم يلعب على الرواق الايمن مع مروان تاج على الرواق اليسار. مهاجمين خليل بانكورا بغداد بونجاح. 4 2 3 1 للنادي الافريقي لدانيال سانشيز. 4 4 2 لفوزي البنزرتي. كره من زياد بوغطاس طويله وبعيده على بغداد بونجاح. النادي الافريقي اكثر عدد من الانتصارات هذا الموسم في رصيده ب 12 فوز على الاقل تعادلات، 3 تعادلات، 2 هزائم. افضل هجوم ب 32 هدف نجم الرياضي الساحلي. 10 انتصارات، 4 تعادلات، 3 هزائم، سجل 24 وقبل 8. افضل خط دفاع مع النادي الرياضي البنزرتي. كره ترجع لصغير الثوادي يطلب محمد امين بن ناصر اعاده الكره. ترجع من جديد النسق مع انطلاقه المباراه، مش كما كنا ننتظر بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في قمه مقابلات الجوله الرقم 18 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. بلال العيفة الى سايدو ساليفو، سايدو الى ياسين المكاري، المكاري زهير الذوادي، الذوادي دويل وحوارات كبيره في المباراه بين زهير الذوادي وحمدي النكاس اللي عنده الكره يهرب ياسين المكاري. حمدي النكاس، حمدي النكاس يوزع القائمه الثاني بالراس مروان نتاج. ما يخويش كره يرتكب المخالفه على حمزه العقربي. مروان تاج بعد هذا التدخل الاخير. هذه الكره التوزيعه كانت من حمدي النكاس، المتابعه من مروان تاج. حوار اخر بين حمزه العقربي مروان تاج بين صابر خليفه وعمار جمل بين عبد المومن جابو ورامي البدوي. كره من فاروق بن مصطفى يرفع كره الطويله. صبر خليفه بالراس ياخذها عمار جمل. سيدو ساليفو، حسين ستيفان ناطر ياخذها له مروان تاج. 4 ضد 3 مروان تاج يطلب هذه سعد على اليسار، خليل على اليمين، بغداد بونجاح. بونجاح باهي التدخل كان من هشام بالقروي يقطع هذه الكره وقراعه بين بغداد بونجاح. كان عنده ثلاثه حلول. مروان تاج على اليسار، زهير الذوادي والتغطيه والعرقله من حمدي النكاز. البطاقه الصفراء الثانيه في المباراه بعد اولى للتجانب العيد. البطاقه الصفراء الثانيه لحمدي النكاز بعد هذه الكره وهذه العمليه والعرض البطيء. 10 دقائق لعب لا يزال التعادل اصفار بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. والمخالفات مع انطلاقه المباراه في وسط الميدان كثيره وعديده للنجم والنادي الافريقي. الميكاري تجاني بالعيد يحاول التوزيع، يلعب كوري بدل على اليمين حمزه العقربي. العقربي المتابعه موجوده والمراقبه من عمار الجمل. حمزه العقربي، حمزه العقربي الانزلاقيه، التدخل من عمار الجمل، تدخل اخر. حوار المدافعين هذه المباراه شاهدنا منذ قليل تدخل هشام بالقروي والان تدخل عمار الجمل. فير بلاي بين اللاعبين مع انطلاقه المباراه. كره تعود للنجم الرياضي الساحلي. هذه العملية الأخيرة بين حمزة العقربي وعمار الجمل. 11 نقطة في 5 مقابلات متتالية دون هزيمة للنادي الإفريقي، و12 نقطة في 6 لقاءات متتالية دون خسارة للنجم الرياضي الساحلي.
قبل هذه المباراة بلال العيفة. كرة عليا لبريكي، ياسين ميكيري عليا لبريكي بالقدم، بغداد بنجاع يصوب والتدخل من هشام بن قروي. أول كرة خطيرة على دفاع النادي الإفريقي، حمزة العاكر بمرمى إنتاج، والكرة تعود نجم رياضي ساحلي من الركنية بإشارة من المساعد الأول فاروق بن فرحات. ذكية كانت من علي البريكي، رجع كرة بالقدم البغداد بنجاح يصوب كرة، يتدخل على المدافع هشام بالقروي. الركنية أولى لنجم ساحلي بعد أولى كانت لنادي الإفريقي، الثانية في المباراة مروان تاج يرفع كرة على التدخل من حسين ستيفان ناطر. من جديد هشام بالقروي إلى صبر خليفة، محاولة استغلال سرعة صبر خليفة زاير الذوادي بالنسبة للنادي الإفريقي. كرة التدخل جيد كان من عمار جمال وعليا لبريك، عليا لبريك، عليا 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 عليا، حاول شق الميدان بالعرض، يتدخل حمزة العقربي والمخالفة يسفرها محمد أمين بن ناصر للنادي الإفريقي. كنا نقرب من 15 دقيقة الأولى ولا يزال التعادل صفر مقابل صفر. مباراة أعصاب، مباراة في أذهان والتفكير النجم الرياضي الساحلي والمدرب فوزي البنزرتي غير قابلة للقسمة على اثنين لتقليص الفارق مع المتصدر النادي الإفريقي. الكرة الأخيرة بين علي البريقي وحمزة العقربي، والإفريقي نجل تعميق الفارق. الأهداف مختلفة إلى حد الآن، لا يزال التعادل في المباراة. كرة من زهير الثوادي، التغطية من الرامي البدوي إلى أيمن المثلوثي. في الثلاثة جولات الأخيرة تراجعت نتائج النجم الساحلي بثلاثة تعادلات متتالية، ثلاثة نقاط من تسعة ممكنة في جربة 0-0، في صفاقس 1-1، والتعادل بصفرين مع الملعب الجيبسي. في المقابلة ثلاثة نقاط الأخيرة للنادي الإفريقي، تعادل وزوز انتصارات، سبع نقاط من تسعة ممكنة بعد تعادل مع الترجي الرياضي الجرجيسي في رادس، الانتصار على النجم الرياضي بالمتلوي بثلاثة أهداف مقابل صفر وأربعة صفر ضد الملعب التونسي. كرة ترجع في وسط الميدان بغداد بنجاح، التغطية من عبد المؤمن جابو، كرة خاطة عمار الجمل، مروان تاج، تبقى لسيدو ساليفو، بلال العيفة يرفع كرة، فرانك كام ياخذها قبل صبر خليفة، عمار الجمل إلى حسين ستيفان ناطر، كرة بين حمزة العقربي، يتدخل بلال العيفة قبل بغداد بنجاح، يبقى التجاني بالعيد ملقى على أرضية الميدان. قراءة أولى في الدقائق التي مرت، رسم تكتيكي مختلف بين المدربين، 4-2-3-1 الفرنسي دانيال سانشيز، التكتيك العصري لأغرب المدربين في العالم حاليا، مش كان في تونس اللي يتحول في الحالة الهجومية 4-1-4-1 وال 4-4-2 لفوزي البنزرتي. هذا الفرنسي دون ألقاب في مسيرته التدريبية إلى حد الآن. كرة ترجع للنجم الساحلي، عكسية إلى صبر خليفة التجاني بالعيد، سيتو ساليفو إلى صبر خليفة، موجود الرامي البدوي يتبع يرجع مهدي سعادة، صبر خليفة، صبر خليفة ما يلقاش الحلول، 2-1 الضغط العالي، توصيات المدرب فوزي البنزرتي كما ذكرنا برسم مخاير في هذه المباراة. خير التغيير اليوم لأهمية النتيجة بعد ما لعب سابقا 4-2-3-1 وكذلك 4-1-4-1، 4-4-2 تتغير بأكثر من مناسبة خاصة مع تمركز النادي الإفريقي ومنطقة افتكاك الكرة. كرة لصبر خليفة يمهد بالرأس لزهير الذوادي، يحاول يمر يطلب اللعب محمد أمين بن ناصر، طلب بضربة جزاء يطلب اللعب، كرة ترجع للنجم بن خليفة بنكورة إلى مروان تاج، مروان تاج، مروان، مروان، متابعة من حسين ستيفون ناطر، تحلى المباراة كرة لحمد النجاز، 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 يضرب كرة، يحاول يعتل عليا لبريكي وتخرج للتماس للنجم الرياضي الساحلي. هذه الكرة الأخيرة زهير الذوادي مع حمد النجاز، المطالبة بضربة جزاء يطلب اللعب محمد أمير بن ناصر، تبقى في وسط الميدان لفرانك كام إلى زياد بوغطاس، زياد بوغطاس ينطلق هجمة جديدة للنجم الرياضي الساحلي من عمار الجمل، زياد بوغطاس من جديد يرفع الكرة البحث عن بغداد بنجاح، في دين فاروق بن مصطفى
بسرعة يلعب صبر خليفة مع رامي البدوي، التدخل والكرة والغلبة نموي مدافع النجم في هذا الحوار من جديد زياد بوغتاس، أقبل صبر خليفة ترجع إلى عبد المومن جابو، جابو يرفع كرة يبحث عن صغير الثوادي، الثوادي حمدي النكاس، الثوادي والنكاس، الثوادي حاول يهرب، الثوادي يسقط زهير ويربح المخالفة، المخالفة للنادي الإفريقي بعد هذه الكرة والعملية الأخيرة. مباراة متوازنة في الانطلاق بين الفريقين لحد الآن، صعب التكهن بنتيجة المباراة، الكرات الثابتة قد تكون حاسمة للإفريقي أو للنجم الرياضي الساحلي لتتغير النتيجة. كرة ثابتة للنادي الإفريقي أخصائي التنفيذ عدي جانب العيد، 6 للنادي الإفريقي 7 للنجم الرياضي الساحلي على مستوى المخالفات. حوار كبير بين صابر خليفة، يرجع بغداد بنجاح في الكرات الثابتة الدفاعية، وهنا لاعب من النجم الساحلي موجود في دائرة منتصف الميدان، كرة متجاني بالعيد يلعب كرة على القايم الأول، مهدي سعادة تبقى للنادي الإفريقي من ياسين الميكاري، ياسين إلى عبد المومن جابو، عبد المومن جابو يبدل للنادي الإفريقي من اليسار لليمين، جابو يرجع إلى الغاني، سيدو سليفو، حسين ناطر، سيدو سليفو كرة عكسية لعليا البريكي يعكس الهجمة، 3-1 مروان تاج، خليم بانكورا بغداد بنجاح، مروان تاج 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 يحاول التصويب ترجع مسألة الهجمة عليا البريكي يصوب ومن جديد يتدخل دفاع الفريقين هشام بن قروي. الافريقي ام احمر وابيض؟ فيه نجمه للنجم الساحلي وياسين الميكاري، ياسين يحاول يهرب، ياسين الميكاري انزلاقيه من رامي البدوي، التدخل ومحمد امير بن ناصر يطلب اللعب على السباقيه موجوده في صفاره محمد امير بن ناصر، قاعد يخلي في اللعبه تلعب باهي على مستوى النسق والريتم مع انطلاقه المباراه، باهي للمشاهد على الوطنيه الاولى قمه لقاءات هذه الجوله رقم 18 بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي، لا يزال التعادل إلى حد الآن. ينظر إلى الأمام، بعد مرور 20 دقيقة لعب في هذه المباراة النادي الإفريقي والنادي الساحلي، النادي الإفريقي سجل لكل المنافسين متاعه في المحترفة الأولى، هذه الكرة والعملية الأخيرة واللقطة بالصور البطيئة. موجود مروان تاج، كرة خاطئة ترجع لفاروق بن مصطفى وللنادي الإفريقي، فاروق بن مصطفى كرة طويلة، صابر خليفة مع رامي البدوي، كرة تمشي لزهير الثوادي قبل حمد النكاس، سايتو ساليفو، مباراة بدنية كبيرة برشا حوارات، فرانكوم مهدي سعادة، فرانكوم إلى رامي البدوي،
انخفاض تكتيكي كبير للاعب النجم الساحلي والنادي الافريقي مع انطلاقه المباراه. كره طويله مقطوعه من فرانكوم ياخذها حسين، لمسه كانت تقصيره ما توصلش لصابر خليفه، مقطوعه من زيد بوغتاس، يلعب البغداد بونشاح، حتى ترويج جيد مع بلال العيفه، يتدخل بلال العيفه امام بغداد بونشاح ويعطي كره عكسيه مروان تاج، تاج بغداد يرجع بغداد بونشاح والكره ترجع وتبقى لدفاع النادي الافريقي. بغداد بونشاح كرة ياسين الميكاري، ينطلق ياسين الميكاري في هجمة جديدة للنادي الافريقي. ياسين الميكاري يرجع لي على انبريكي الى سايدو صاليفو، سايدو اتجاني بعيد، اتجاني يرفع كرات اللعب المباشر للنادي الافريقي، ثم رفع راية من المساعد الثاني ايمن اسماعيل، التسلل ضد صبر خليفة، برشا تقطعات للعب في الأربعة دراج الأولانيين مع انطلاقة المباراة. هذه العملية واللقطة الفرصة الأبرز في المباراة بعد لمسة كانت ذكية من علي البريكي وتصويبة بغداد بونجاح. بلال العيفة لمن لا يعلم كان قريب من الانضمام للنجم الرياضي الساحلي عندما كان ينتمي لجمعية ريانا قبل التوقيع للنادي الإفريقي، قضى يومين في سوسة ثم عاد إلى العاصمة للتوقيع مع النادي الإفريقي والمشاركة في ملحمة أبناء ماهر الكنزاري 2007 ومونتيال كوريا الجنوبية. كرة ترجع للنجم الرياضي الساحلي من مروان تاج إلى بغداد بونجاح، قدامه المساحة فارغة، بغداد بونجاح يحاول يلعب كرة لعلي البريكي، يتدخل دفاع الإفريقي وحمزة العقربي يعطي كرة لعبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو مع عمار الجمل، جابو جمل اليوم حوار كبير برشا بين الجزائري ومدافع النجم الرياضي الساحلي عمار الجمل. كرة تبقى للإفريقي، هذه الكرة والعملية الأخيرة والجذب كان من القميص تيجاني بالعيد، سايدو صاليفو يضغط مهدي سعادة إلى ياسين الميكاري، يرجع الديجاني بالعيد يعطي كورة إلى زهير الثوادي، محمد النكاس الثوادي يدخل المنطقة يحاول التوزيع والتدخل من زياد بوغتاس، لكن كورة يخدها ياسين الميكاري يضربها في سعادة تخرج ترجع للنادي الافريقي. مهدي سعاده ولد النادي الرياضي اللي حملهم في تجربه سابقه مع الاتحاد الرياضي المونستيري وهذا الموسم مع النجم الساحلي الميكاري، الى التيجاني بالعيد، التيجاني يهرب بمهدي سعاده يعطي كره سايدو صاليفو، يرجع الى هشام بالقروي، بالقروي التيجاني بالعيد، التيجاني مع فرانك كام الدولي الكامروني والكره تعود للنادي الافريقي. في الأرقام النجم الساحلي في الأشواط الأولى في 17 مباراة قبل هذه، ياسين الميكاري يرفع كرة، صبر خليفة يتدخل، مروان تاج بعد كرة تبقى دائما لبلال العيفة، يلعب مع التيجاني بالعيد، التيجاني لياسين الميكاري، ياسين الميكاري مع حمد النجاس، يسقط الميكاري، يكتب اللاعب محمد بن ناصر رامي البدوي إلى علي البريك، علي البريك، علي البريك، علي البريك، يطلب بغداد ياخذها خليل بنكورا، الخليل بنكورا والمتابعة موجودة من هشام بن قروي، الخليل بنكورا مع بغداد بنجاح، بغداد مع بلال العيفة، بغداد بنجاح، بغداد، بغداد يحاول التصويب والهدف الأول للنجم الساحلي، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، بغداد بنجاح في توقيت 25 دقيقة لعب يفتتح باب التسجيل هذا الكلاسيكو عام 2016 في 9 أهداف مع النجم الرياضي الساحلي، 1-0 للنجم، التوقيع لبغداد بنجاح، ولد ليكون هدافا عاشقا للشباك، بغداد بنجاح، كرة من خليل بنكورا بين اثنين، خليل بنكورا اللمسة كانت جميلة وذكية وبغداد بنجاح أمام بلال العيفة يصوب باليمين ويفتتح باب التسجيل في توقيت 25 دقيقة لعب، 1-0 للنجم الساحلي ضد النادي الإفريقي وبداية جديدة في المباراة. هذا الكلاسيكو قمة الجولة، الأهداف جاءت في الدقيقة 25 بألوان نجم الرياضي الساحلي، كرة من سايدو صاليفو يلعب زهير الثوادي، الثوادي زهير الثوادي يرجع على البريكي والتخت، شوف كل لاعب من الإفريقي يكون عنده الكرة إلا ويكونوا عليه 2 ولا 3 مدافعين. هذه التوصيات لمسيو بريسينغ فوزي البنزرتي، كرة من حمزة العقربي، بلال العيفة
بنان العيفة يعطي هشام بن قروي. هشام بن قروي معطى جديد في المباراة بهدف أول للجزائري بغداد بنجاح. كرة لعبد المومن جابو. عبد المومن جابو يحاول المرور قدامه مروان تاج يرجع بالكرة الجانب بعيدا للتوزيع صابر خليفة. هدف التعادل, هدف التعادل للنادي الإفريقي صابر خليفة في توقيت 27 دقيقة لعب. 27 دقيقة لعب, هدف التعادل للنادي الإفريقي والسبع أهداف صابر خليفة هذا الموسم مع النادي الإفريقي بعد دقيقتين تقريبا من هدف أول لبغداد بنجاح. هدف التعادل للنادي الإفريقي. مباراة جميلة, مباراة مشوقة. كرة من الجانب العيد توزيعة مليمترية والارتماء الرأسية من صابر خليفة في مرمى أيمن المثلوثي بين محوري الدفاع. التغطية كانت مفقودة في دفاع النجم الرياضي الساحلي بعد هذه الكرة وهذا العرض البطيء وهدف صابر خليفة هدف التعادل في المباراة في توقيت 27 دقيقة لعب. ما لم نشاهده في 24 دقيقة شاهدناه في دقيقتين. هدف أول لبغداد بنجاح وهدف التعادل يأتي لصابر خليفة وتشويق كبير على مستوى ترتيب ولقب بطولة الهدافين بين بغداد بنجاح الأول بتسعة أهداف وصابر خليفة الثاني إلى حد الآن بسبعة أهداف. سيستأنف اللعب, حوار بين محمد أمين بن ناصر وبغداد بنجاح. بغداد بنجاح اللي صام عن التهديف منذ الجولة الرقم 12 ضد النجم الرياضي بالمتلوي 3 أهداف مقابل 0. الهدف الثالث كان لبغداد في مرمى بلال السويسي بعد 6 جولات في البطولة يرجع للتهديف بعد ما سجل الأسبوع الماضي في لقاء الكأس ضد سهم قصر قفصة وتأهل النجم الرياضي الساحلي. نتمنى وبشتهد شوية الأعصاب في هذا الحوار بين لاعبي الفريقين. ما هي إلا مباراة كرة قدم 90 دقيقة. هذه العملية الصور البطيئة لما بعد هدف التعادل للنادي الإفريقي في الدقيقة 27 برأسية صابر خليفة بعد هدف أول للجزائري بغداد بنجاح في الدقيقة 25. سيستعنف اللعب, كرة من خليل بنجورا تمشي لياسين المكاري زهير الذوادي. ياسين المكاري ترجع الكرة وترجع الفرجة في رادس إلى هشام بالقروي حسين ناطر. هشام بالقروي من جديد يرفع الكرة الطويلة زهير الذوادي مع حمد النجاز ياخذها النجاز سيدو سليفو ويزفر المخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن ناصر اللي تخلي عالم التحكيم في سن 23 سنة موسم 2002-2003. أول مباراة في صف الأكابر كانت في موسم 2005-2006 في القسم الرابع بين نادي كرة القدم بالمنيهلة والاتحاد الرياضي القرطاجني. كرة ترجع للنجم الساحلي من بغداد بنجاح يقتحى حمزة العقربي سيدو صليفو صابر خليفة عبد المومن جابو. عبد المومن جابو هجمة جديدة للنادي الإفريقي جابو صابر خليفة بعيدة الكرة يأخذها أيمن المثلوثي بسرعة إلى فرانكام. فرانكام إلى الخليل بانجورا. خليل بانجورا, خليل بانجورا يربح المساحة يطلب مروان تاج. خليل بانجورا يستحفظ بالكرة التوزيع علي بغداد بنجاح بالرأس ما تمرش موجودة هشام بالقروي في التغطية سعير الذوادي التجاني بعيد إلى زهير الثوادي ويزفر المخالفة. المخالفة زفرها محمد أمير بن ناصر في امتحان تفقد اليوم من مدير الإدارة الوطنية لتحكيم عواز ترابلسي والمراقب الهادي الملولي. رابع مباراة يزفرها هذا الموسم للنجم الرياضي الساحلي والأولى للنادي الإفريقي. كرة ترجع للنجم
من مروان تاج. مروان طويلة الكرة هشام بالقروي إلى حمزة العقربي، معطى أول وثاني في المباراة. وعبد المؤمن جابو، جميلة كانت المراوغة لعمار جمل والبطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية للنجم الرياضي الساحلي بعد حمدي النقاز. عمار جمل وكذلك التيشاني بالعيد. هذه النقطة فنية عبد المؤمن جابو، صلابة عمار الجمل وحوار كبير دخل المباراة، روح عزيمة وجرينتا، والمتفرج هو الفائز في الوطنية الأولى في هذا النقل المباشر. كرة ترجع مقطوعة من فرانك كام. بغداد بنجيح مع بلال اللعيفة، يخرج مدافع عن النادي الإفريقي الكرة. تبقى للنجم 33 دقيقة لعب، دائما التعادل، هدف مقابل هدف فرانكام. كرة لحمد النكاز مع زهير الذوادي، يرجع زهير للتغطية، دور تكتيكي كبير وانضباط قلت لكل اللاعبين في قرفية الميدان من جانب الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. كرة ومخالفة لصابر خليفة، تعود الكرة للنادي الافريقي. بعد هذه الكرة الحوار بين رامي البدوي وصابر خليفة، ومقارنة بالموسم الماضي بعد 17 جولة نتائج الزوز فرق تحسنت وعدد النقاط في الترتيب ارتفع مع 3 للنادي الافريقي مع 8 للنجم الرياضي الساحلي. بعد 17 جولة الموسم الماضي الترجي كان في الصدارة ب 38 نقطة، على المركز الثاني للنادي الافريقي ب 36 نقطة مع الفرنسي لوندري شوفان. النجم الساحلي في المركز الرابع مع مستقبل المرسى ب 26 نقطة مع الفرنسي روجي لومير. الركنية الجديدة للنادي الافريقي. قريب ندخل للعشرة دقائق الأخيرة في هذه الفترة الأولى. التيجاني بالعيد في تنفيذ الركنية للافريقي المدعوم تقريبا ب 13,000 متفرج في مباراة اليوم. يرفع كرة، يتدخل دفاع النجم، ترجع لزهير الذوادي. الذوادي حاول يرفع الكرة، يتدخل عليه البريكي، مازال في متابعة، ترجع كرة تماس للإفريقي سين الميكيري. في التنفيذ من أرقام النجم الرياضي الساحلي في العشوات الأولى 17 مباراة في المحترفة الأولى ما خسر حتى شوط، 10 مرات يدخل لحجرات الملابس متقدم في النتيجة، و7 تعادلات. صلابة دفاعية مقبل كان زوز أهداف ونجاعة هجومية، سجل 14 اليوم مقبل هدف الثالث من صابر خليفة، وسجل هدف 15 بتوقيع بغداد بنجاح. وكورة هشام بن قروي، حمزة العقربي، بغداد بنجاح يطلب اللعب، محمد أمير بن ناصر. كرة تبقى للنادي الإفريقي. حسين ستيفان ناتر يحاول مع فرانك كام إلى عبد المؤمن جابو، يضيع الكرة والترويض كان خاطئ من عبد المؤمن جابو. النادي الإفريقي كما النجم الرياضي الساحلي 10 مرات يدخل لفترة الراحة بين شوطين متقدم في النتيجة مع 4 تعادلات و3 هزائم، سجل 13 وقبل 3 مع المدرب الفرنسي دانييل سانشيز في تجربة أولى في القارة الإفريقية في البطولة التونسية مع النادي الإفريقي. في المقابل فوزي البنزرتي، 65 سنة عميد المدربين التونسيين، متوسط الميدان الدفاعي السابق للاتحاد المنستيري، كان درب النادي الافريقي في 3 مناسبات وتوج معاه ببطولة ولقب 90، درب الافريقي 89 99 2000 2011 و2012، 11 لقب محلي بين 11 لقب بين محلي وقاري في البالماريس بتاع المدرب فوزي البنزرتي. 3 تتويجات مع النجم الساحلي، 2 بطولات 87 2007 وكأس الاتحاد الافريقي في 2006. كرة ترجع من هشام بالقروي لحسين ستيفان ناتر. حسين ستيفان ناتر، كرة جديدة للنادي الافريقي، متوسط الميدان الدفاعي في وضعية هجومية. فرانكام يتدخل تجانب العيد، كرة باية من فرانكام في وسط الميدان، يقطع إلى عمار جمل. عمار جمل
كرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي عمار جمل يبحث عن مساندة والحلول، يلعب كرة طويلة بين العيفة قبل بغداد بونجاح، سيدو صليفو حمزة العقربي، سيدو صليفو سيدو يتحسن مردود سيدو صليفو مع النادي الافريقي بعد تجربة الموسم الماضي التي لم تكن ناجحة. سيدو صليفو يرجع بالكرة إلى هشام بالقروي، يصاب سيدو صليفو بعد التدخل الأخير، والنادي الإفريقي في العاصمة يبحث عن انتصار ضد النجم الرياضي الساحلي غاب عليه من 4 سنين و4 شهور. آخر فوز للإفريقي ضد النجم يوم 23 أكتوبر 2010 في أولمبي رادس بهدفين مقابل صفر، أهداف أمير العكروت وكريم العواضي من ضربة جزاء. فوز البنزرتي ورضا جدي، التوصيات والتعليمات دانيال سانشيز مع هشام بالقروي، وعودة سيدو صليفو وعودة اللعب بعد 37 دقيقة لعب. لا يزال التعادل هدف مقابل هدف بهدف أول لبغداد بنجاح في الدقيقة 25، وهدف التعادل برأسية صابر خليفة في الدقيقة 27 بعد دقيقتين من هدف النجم الرياضي الساحلي. فير بلاي كبيرة من بنغورا إلى بغداد بنجاح، يرجع كرة للنادي الإفريقي، يطلب إعادة التنفيذ محمد أمين بن ناصر، ياسين الميكاري، حسين ناطر إلى سيدو هشام بالقروي، ياسين الميكاري، الميكاري تضرب خليل بنغورا، أرجع التغطية من هشام بالقروي، ثم رفع ساق من بغداد بنجاح، وترجع للدفاع النادي الإفريقي. وقاسم الاستمرارية الفنية عنوان للشراكة بين الإفريقي والنجم دانيال سانشيز وفوز البنزرتي مع 6 فرق وأسماء أخرى ما تغيرتش منذ بداية الموسم: الأسعد الدريدي، منذ الكباير اسكندر القصري، السربي راتكو، والفرنسي بيشار، والبلجيكي لوك إيمايل. كرة للإفريقي من هشام بالقروي، يرفع هشام إلى عبد المؤمن جابو، يأخذها عمار الجمل، تبقى دائما الكرة للنادي الإفريقي قبل نهاية الفترة الأولى ب7 دقائق 45 دون اعتبار الوقت البديل. كرة من حسين ناطر، يلعب سيدو صليفو، سيدو صليفو مهدي سعادة لما تغير المركز متاعه في وسط الميدان لم يقدم الشيء الكثير في مباراة اليوم. كرة من بلال العيفة إلى حسين ستيفان ناطر، يرجع الفاروق بن مصطفى، مباراة متعادلة حتى على مستوى الفرص السانحة على التهديف. هشام بالقروي، دفاع النادي الإفريقي، هشام يرفع كرة طويلة، رامي البدوي يخليها إلى أيمن المثلوثي، زياد بو غطاس إلى مروان تاج، مروان تاج، رامي البدوي، رامي البدوي يرفع كرة بغداد بنجاح مع هشام بالقروي، علي البريكي ياخذها بغداد مع حسين ستيفان ناطر، وبطاقة سفراج أخرى في المباراة هذه المرة لحسين ستيفان ناطر، التعادل على مستوى البطاقة الصفراء. حسين ناطر واتجاني بالعيد فالنادي الإفريقي، وحمد النجاز، عمار الجمل في النجم الرياضي الساحلي. هذه الكرة والتدخل الأخير من حسين ناطر على هدف البطولة، بغداد بنجاح. محاولة تنظيم الدفاع للحارس فاروق بن مصطفى، مروان تاج في تنفيذ المخالفة، يرفع كرة عمار الجمل بالرأس، كرة تخرج ترجع لدفاع النادي الإفريقي بعد محاولة عمار الجمل بسرعة. صبر خليفة يخول كرة، يحاول يعكس الهجمة، زهير الذوادي، الذوادي يخلط ما يخلطش، كرة بعيدة على زهير الذوادي، كانت من صبر خليفة، ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي في فترة أولى متوسطة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، متعادلة هدف مقابل هدف. في بعض الأحيان يرتفع النسق، وفي أغلب الفترات نسق دون المتوسط بين المتصدر والوصيف في بطولة هذا الموسم النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. كرة من حمدي النجاز إلى الخليل بنكورا،
متابعة من ياسين الميكاري، حمد النجاز، كرة حسين ستيفان ناتر، دور هام لوسط الميدان في مباراة اليوم. عبد المومن جابو، عبد المومن جابو مع عمار جمل، جمل يتبع عبد المومن جابو تقريبا يبعد على منطقته 30 متر عمار جمل وعبد المومن جابو في حوار غير عادي في هذه المباراة، غير عادية بين النجم والنادي الافريقي على مستوى الفرجة. كرة من سيدو صاليفو، سيدو صاليفو يدخل، سيدو صاليفو علي البريكي، وكرة تبقى للافريقي، ما زالت هجمة، يرفع كرة، تدخل من فرانك كام، فرانك كام، زهير الذوادي كام، اخو الكرة مازال النجم الرياضي ساحلي كام، فرانك كام قوي بدنيا هذا المتوسط الميدان الدفاعي على كامروني. عمار جمل الى مروان تاج، يخسر الكرة حسين ستيفان ناطر، عبد المومن جابو، عبد المومن جابو، عبد المومن جابو، كرة للتيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، مازالت الكرة عند النادي الافريقي يبحث عن الحلول، والمساندة تأتي من ياسين الميكاري، لمسة لزهير الذوادي، متابعة من حمد النجاز، قصيرة إلى التيجاني بالعيد، صابر خليفة بعيد عليه الكرة، تمشي للحارس للدولي أيمن المثلوثي في مباراة رقم 15 اليوم في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي الساحلي. أيمن المثلوثي، كرة طويلة من بلبولي إلى بغداد بنجاح مع بلال العيفة، والتدخل لدفاع الإفريقي، المدافع بلال حط كرة في التماس ويرجع الكرة للعب من عمر جوال. كيف ستكون الفترة الثانية بتوصيات فوزي البنزرتي ودانيال سانشيز؟ كرة تبقى لبلال العيفة من جديد، استئناف اللعب، كرة من صبر خليفة مع رامي البدوي، خليفة والبدوي والحوار ثنائي، يرجع يفتكها مهدي سعادة من الكرات القليلة اللي مسها في وسط الميدان، كرة للخليل بانكورا إلى مروان تاج، مروان تاج يلعب كرة إلى بغداد بنجاح، بغداد بنجاح على الرواق، بغداد بنجاح يحاول يفتح الزاوية للتصويب، بغداد تضرب في دفاع الإفريقي ومهدي سعادة يخسر الترويض، وترجع الكرة للنادي الإفريقي من التجاني بالعيد، صبر خليفة مع رامي البدوي، البدوي صبر خليفة ياخذها، صبر خليفة العرقلة محمد أمين بن ناصر، ماذا يقول محمد أمين بن ناصر؟ يخزر للمساعد الثاني محمد أمين بن ناصر بعد هذه الكرة في توقيت 43 دقيقة لعب، المخالفة للنادي الإفريقي، ننتظر قرار محمد أمين بن ناصر بعد هذه الكرة والعملية بين صابر خليفة ورامي البدوي. التدخل كان واضح، نشاهدوا العرض البطيء للصورة، صابر خليفة ورامي البدوي في توقيت 44 دقيقة لعب في المباراة، محمد أمين بن ناصر وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، ننتظر القرار بعد اسعاف رامي البدوي. العمليه كانت واضحه خارج منطقه الجزاء، واضحه الصور، العمليه كانت خارج منطقه الجزاء، المخالفه للنادي الافريقي، لا وجود لضربه جزاء في هذه العمليه بعد تدخل رامي البدوي امام صابر خليفة. إن شاء الله سلامات وإن شاء الله لباس للمدافع الدولي للنجم الرياضي الساحلي، وبطاقة حمراء للمدافع الرامي البدوي. قرار الحكم محمد أمين بن ناصر بعد الكرة الأخيرة والتدخل الأخير مع نهاية الفترة الأولى في هذه المباراة، معطى جديد في اللقاء. التعادل الآن هدف مقابل هدف، وهي البطاقة الحمراء الرابعة اللي يشيرها الحكم محمد أمين بن ناصر، والثانية للنجم الرياضي الساحلي بعد ما أشر البطاقة الحمراء لأيمن الترابلسي ضد الملعب الجيبسي في مباراة الجولة الثانية. ذهب، مخالفة للنادي الإفريقي، وهي البطاقة الحمراء الرابعة كذلك للنجم الساحلي بعد أيمن الترابلسي وأيمن المثلوثي وحمدي النجاز.
مخالفة وكرة ثابتة للنادي الافريقي. التيجاني بن عيد وياسين الميكاري وزهير الثوادي في التنفيذ امام الكرة. نلعب في الوقت البديل. سيناريو جديد في المباراة. كيف سيتصرف فوز البنزرتي وكيفاش باش يتعامل دانييل سانشيز مع هذا المعطى؟ وثلاثة دقائق وقت بديل يضيفهم الحكم محمد أمين بن ناصر. تيجاني بالعيد وزهير الثوادي. في مخالفة جديدة للنادي الافريقي قريبة من منطقة الجزاء مش بعيدة برشا على خط ال 16 متر و50. تشويق كبير قبل تنفيذ هذه الكرة الثابتة للنادي الافريقي. زهير الذوادي التجاني بالعيد ينفذ التجاني أرضية. زهير الذوادي حيصوب والكرة خارج الإطار وخارج المرمى. ضربة 6 أمتار ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي اللي باش يكمل المباراة منقوص عدديا من مدافعه الرامي البدوي في هذه الدقائق الأخيرة في الفترة الأولى وكذلك في الشوط الثاني. حمد النجاز يدخل لمحور الدفاع مع زياد بوغتاس وعلي البريقي يصبح هو الظهير أيمن. هذا التغيير اللي قام به على مستوى التمركز في أرضية الميدان بعد خروج رامي البدوي فوزي البنزرتي. يرجع عليه البريقي على اليمين ويدخل حمدي النجاز مع زياد بوغتاس للمحور وخلفه للنجم الرياضي الساحلي. يستأنف اللاعب صبر خليفة. خطر كبير على دفاع النجم الرياضي الساحلي في مباراة اليوم تماما كبغداد بونجاح. محمد أمين بن ناصر حكم المباراة وكرة ثابتة لحمد النجاز يلعب كرة طويلة. بغداد بونجاح التدخل من هشام بن قروي إلى الخليل بانكورا. كرة من جديد ترجع لدفاع النادي الإفريقي. 1-1 مع نهاية الشوط الأول. فاروق بن مصطفى هو الذي سيتكفل بإرجاع الكرة للعب وفي هذه اللحظة يعلن محمد أمير بن ناصر على نهاية الشوط الأول بالتعادل في هذه القمة بين الإفريقي والنجم. هدف مقابل هدف بغداد بونجاح في الدقيقة 25 والتعديل لصبر خليفة في الدقيقة 27. لنا عودة أكيد مع انطلاقة الشوط الثاني والكلمة للاستوديو التحليلي أنيس هيثم ومحمد. اليوم أريد تودك ببخومو على الباك لي 3G. خذ لك لي 3G وزيد عشر كونيكسيون ب 19 دينار وهكا تولي تسرفي بأرخص سوم باك لي 3G في تونس. أكثر معلومات على danielife.com وإلا في لي بوتيك أريد. أريد إذن وجد تحية لكل مشاهدينا متابعي الرياضة على الوطنية الأولى. انتهاء 45 دقيقة الأولى بالتعادل هدف لهدف بين النادي الإفريقي ونجم الرياضي الساحلي. بغداد بونجاح كان افتتاح نتيجة في الدقيقة 25 وصابر خليفة يعادل الكفة للنادي الإفريقي في الدقيقة 27 و 45 دقيقة أولى. عرفت ورقة حمراء في وجه رامي البدوي في الدقيقة 44 بالتحديد. محمد نبدأ معك في خلال 45 دقيقة الأولى. مستوى فني كان طيب عموما باستثناء بعض الشد العصبي من الجانبين. صحيح كان مش نحكيه على المباراة يظل شوط أول في حجم زوز الفرق هذوما سواء من النادي الإفريقي ولا من نجم الساحلي. الحقيقة شفنا فيه كل شيء. شفنا فيه كرة, شفنا فيه تشنج كبير في الأعصاب, شفنا الأهداف زوز الفرق سواء النادي الإفريقي ولا نجم الساحلي. شفنا معناتها كل حامل كرة لازم باش يصير عليه ضغط سواء بلاعب ولا زوز لاعبين. النجم الساحلي كيف كيف شفنا المهاجمين وهمش قاعدين يلقاو في برشا حلول, ولو أنه النجم ممكن جاوه ثلاثة فرص نقولوا في دقيقة 12 وفي دقيقة 18 وبين سور في دقيقة 25 اللي صار فيها الهدف تاع بغداد بنجاح. لكن في دقيقة 12 ممكن الفرصة الأولى لبغداد بنجاح اللي ما عرفش يتعامل مع الكرة بعد تمريرة طيبة من عليا البريقي. كيف كيف في دقيقة 18 كانت هجمة معاكسة للنجم الساحلي, لكن تيش تباطأ برشا بالكرة وممكن الاختيارات اللي قام بها ما كانتش في محلها وكان النجم ممكن يسجل
الهدف الاولاني نتاعو في دقيقه 18. من بعد جاء الهدف نتاع بغداد بونجاح. نعرفوا قيمه بغداد بونجاح في 16 متر 50 نتاع الفريق المنافس، شفناه معناتها في ان كونتران مع بلال العيفة ويتمكن باش يسجل الهدف الاول. من بعد الحقيقه النجم الساحلي الوقت القوي اللي كان فيه النجم نجم نقولوا استغله معناتها بنسبه 100%. كيف كيف النادي الافريقي بعد زوز دقائق بفرصه معناتها مركزه جات على جابو، جابو ما لقاش حل، من بعد لعبها الكره على 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 الكلوار اليمين، كانت توزيعها برشا باهية برشا لصابر خليفة، وصابر تمكن باش يعدل نتيجة تعادل. إن شاء الله نشوفه معناتها المستوى الفني هذا نشوفوه، بالرغم اللي شوت لول كان طيب، لكن زادا فما برشا ديشي تكنيك، فما برشا تمريرات خاطئة سواء من اللاعبين تاع النجم الساحلي ولا من اللاعبين تاع نادي الإفريقي، وهذا راجع نيس كما قلت أنت من التشنج الكبير. الحقيقة نقطة استفهام، ما فهمناش علاش التشنج هذا الكل، وخاصة التشنج هذا يجي من اللاعبين، والله كان يجي من بنك الاحتياط ولا يجي من الجماهير حاجات ممكن نجموا نقبلوهم، ولو أنه بنك الاحتياط ما نجموش نقبلوهم منه، لكن كي نشوفوا مع التشنج كبير هذا يجي من اللاعبين ومن لاعبين في قمة الصعوبة بطبيعة الحال. هذاك علاش شفنا معناتها بعد فما برشا تمريرات خاطئة وفما برشا ديشي تكنيك، هذا راجع للتشنج الكبير نتاع اللاعبين هذوما. إن شاء الله المسؤولين وخاصة المدربين اللي هما بين الشوطين اللي عندهم الكلمة إن شاء الله يحاولوا باش يريدوا اللاعبين نتاعهم سواء في النجم الساحلي ولا في النادي الإفريقي، على خاطر إذا كان نحبوا نشوفوا مستوى خير من اللي شفناه في الشوط الأول. صحيح الشوط الأول كان أبرز لقطات محمد خلال الشوط الأول، أبرز لقطات الشوط الأول هذا معناتها الهدف نتاع بغداد بونجاح، ونعرفوا قوة بغداد بونجاح في المناطق هذيك ما يسمحش، وخاصة كي تخلي له المساحات معناتها باش يسجل. النجم الساحلي الحقيقة شفناه في كل مرة خاصة في المناطق نتاعو، وهذه نقطة مهمة ومهمة برشا، أشاك فوا وين يفك الكرة يحاول الكرة الأولى يلعبها القدام، وشفناه معناتها كان خطير برشا خاصة في زوز كرات كما قلنا تمريرة كانت باهية برشا من عليا اللي بغداد ما عرفش يتعامل معها، وبعد تاج خاصة تاج معناتها 4-3 يخرج النجم الساحلي وما حاولش باش سجل معناتها الهدف هذاك، وشفنا هدف التعادل توزيعه ممتازة برشا ممتاز كان وكيف كيف صابر خليفة الحقيقة لهنا أيمن البلبولي ما نجم يعمل حتى شيء، كرة معناتها في راس صابر خليفة وصابر ما ضربهاش برك معناتها صابر بلاصه هدف ممتاز محمد، لكن فرحة الهدف ما كانتش ممتازة من صابر خليفة، واستغربنا بالطبيعة كيفاش يعني صابر ملاعب نعرفوه معناتها قيمة ثابتة في الكرة، وحتى من ناحية الأخلاق صابر أخلاقه كبيرة كبيرة برشا، كان موجود معنا في المنتخب ونعرفه معناتها صابر متربي وبرشا وعنده إكسبيريونس كبيرة برشا. الحقيقة ما حبيتش نشوفها منه اللقطة هذه على خاطر شنجت برشا الأعصاب وخليت ممكن حاجات اللي مع ماذا بينا ما عادش نحبوا نشوفهم. وكان صابر خليفة حب يجاوب بغداد بونجاح على اثر فرحته بالهدف شكري، تعامل طيب خلال الشوط الاول من الفريقين، عارفوا كيفاش ياخذوا المباراه هذه، حضروا زوز اهداف واقعيه ايضا في التعامل بما انهم زوز فرص، ابرز زوز فرص جاوا على اثر زوز اهداف. صحيح هذول بعد فتره جس نابض بين زوز فرق، معناتها شفنا بدايه المقابله كانت حاضره بالفرق الاثنين، من بعد دخلوا زوز فرق معناتها في المقابله نتاعهم، زوز فرق معناتها خاصه شفنا كثافه عدديه كبيره في وسط الميدان. نجم الرياضي الساحلي كان يعتمد على 4 لاعبين بلاعب ارتكاز وحيد، في المقابل النادي الافريقي كان يعتمد على 3 لاعبين فقط، مع دخول معناتها الذوادي وجابو اللي كانوا في كل هجمه معاكسه للنجم او معناتها يساعدوا المدافعين نتاعهم يرجعوا للدفاع، الشيء اللي خلى النجم الساحلي يمكن ياخذ اسبقيه على النادي الافريقي في وسط الميدان. شفنا معناتها المقابله معناتها كانت مفتوحه، تعدد فيها الفرص خاصه الواقعيه كانت كبيره، وتعامل الملاعبيه مع الفرص اللي اتيحت لهم، جات فرصه لبغداد بنجيح سجل على اثر هدف، جات فرصه للنادي الافريقي سجل على اثر هدف صابر خليفه. لهنا نشوفوا صوره الهدف، النادي الافريقي كان في هجوم في في معناتها في الهجوم، رجعت كره سريعه للنجم الرياضي الساحلي. علاش حكينا على النقطه هذه؟ لانه شفنا التمركز نتاع الميكيري وزهير الذوادي اللي كانوا في المرحله الهجوميه، دونك لهنا بغداد بونجيح تقريبا لقى روحه معناتها في واحد ضد واحد، قيمه المهاجم هذايا معناتها في تسجيل الاهداف. بالنسبه للنادي الافريقي الحاجه اللي يركز عليها خاصه اعتمد برشا على الجهه اليسار في اول عمليه اللي عمل ديكالاج على جهه اليمين، تمريره من جابو في اتجاه جانب العيد، توزيعه ممتازه صابر خليفه، صابر خليفه كان ذكي ياسر
عمل ابيل كونتر ابيل مع المدافع، معناتها المدافع مش شايف اعتقاده انه صابر خليفه باش يمشي للقائم الاول، لكن في الاخير اختار انه يتحول الى القائم الثاني. شفنا مقابله ممتازه طيبه من زوز فرق. النادي الافريقي خاصه ركز على الهجمات السريعه اللي كانت تفرز هدف ثاني في اخر دقائق. شفنا كره طويله وسرعه صابر خليفه، سوء تعامل مع مدافع النجم الرياضي الساحلي رامي البدوي اللي خلى الكره تعمل ريبون خذيها صابر خليفه كان في اتجاه المرمى، تقع عرقلته وشفنا ورقه حمراء. يمكن باش نرجع شويه على تجنس الاعصاب والملاعبيه، يذور لي الضغط نتاع النتيجه الملاعبيه معناتها برشا ضغط عليهم خاصه من دخلوا منذ البدايه يعني الملاعبيه صحيح معناتها تحس ان الملاعبيه معناتها فما ضغط كبير خاصه ضغط على النتيجه ومهمية المقابلات المقابله هذه معناتها النتيجه اللي كانت يمكن مسيطره برشا في اذهان اللاعبين، هذاك علاش معناتها شفنا برشا انجاجمون برشا اخطاء وبرشا كما قال محمد ديشي تكنيك اللي معناتها مانيش متعودين معناتها عليهم خاصه من اللاعبيه الكاليتي تكنيك الموجوده في اللاعبيه اللي موجودين عن سواء من نادي الافريقي او نجم هذه الساحه. محمد نفس الطريقه تقريبا اعتمدوها زوز فرق خاصه بالنسبه للضغط العالي على حمل الكره نيل البلوك يطلع بالنسبه لزوز فرق، وهذه طريقه ربما صعبه الماموريه على زوز فرق في ال 45 دقيقه الاولى. صحيح بالطبيعه يذول زوز فرق اول حاجه يعرفوا بعضهم مليح، زوز فرق معناتها لاعبين عندهم امكانيات كبيره برشا، هذاك علاش النجم الساحلي معروف معناتها وخاصه سي فوز البنزرتي مع الفرق اللي دربها الكل ديما يحاول باش يلعب الضغط العالي. كيف كيف اليوم النادي الافريقي زاد عمل نفس الشيء، كل ملاعبي في النجم الساحلي خاصه في وسط الميدان عنده الكره الا ويطلع عليه اللاعبين نتاع النادي الافريقي، وشفنا معناتها حتى الفرص اللي جات سواء نتاع زوز الاهداف ولا خاصه ديما نحب نرجع الكره نتاع مارونتاج اللي تعامل معها النجم الساحلي كان في تفوق عددي وكان في هجمه معاكسه اللي كان ممكن ينجم يستغلها خير من هكا، كله مع التصاروا على ريكوبيراسيون تاع كره فكان الكره ومشاو في ساعة فير لافون، هذاك علاش ممكن ماناش قاعدين نشوفوا في برشا فرص على خاطر كل حامل كره مش قاعد يلقى في الوقت اللي باش يخمم باش يلقى فيه الحلول المناسبه. اللي نتمناوه احنا في الشوط الثاني ان شاء الله نشوفوا المستوى الفني اوموا كيما الشوط الاول ولا خير من الشوط الاول. النجم الساحلي توا مطالب باش يلعب نقص عددي، مطالب المدرب باش يقوم بعض التغييرات حتى في التركيبه الحمراء محمد باش يتعامل يعني حتى في التركيبه حتى في التركيبه معناتها التكتيكيه نتاع الفريق في التمركز نتاعو باش يتغير. النجم الساحلي كان يلعب ب 4 4 2 الاربعه الوسطانيين معناتها اون لوزونج اللي هما كوم وبريغي على يمينه وتاج على يساره قدامهم مهدي سعاده، توا النجم باش يغير. نتصور اعتقد انه عمر جمل هو اللي باش يدخل في بلاصه البدوي، تاج هو اللي باش يجي على اليسار، ونصور نضال سعيد ممكن يدخل باش يلعب كي معناتها لاعب ارتكاز ثاني باش يولي النجم ممكن يلعب بطريقه 4 4 1 بما انه ناقص ملاعب. بالنسبه للنادي الافريقي شكري ينجم في الشوط الثاني يصير التعويل خاصه نادي الغندري، شفنا مردوده الهذلي ايضا مردودهم في المباراه الاخيره تم التعويل عليهم من الاطار الفني، ينجم يكونوا خيارات بالنسبه لهم. الخيارات موجوده بالنسبه سانشيز. للمدرب دانييل سانشيز، لكن النادي الافريقي يظل في طريقه التعامل نتاعه في الشوط الثاني باش يوصل على نفس التشكيله لهنا هي كيفيه التعامل مع خاصه مع الأسبقية العددية بالنسبة للنادي الإفريقي والنقص العددي في النجم الرياضي الساحلي. النجم في الشوط الثاني باش يكون منقوص ملاعب، ولهنا شفنا خاصة أن النجم الرياضي الساحلي كان يلعب زوز مهاجمين، خلى الميكاري يصعد دائما للهجوم، يقعدوا ثلاثة مدافعين تاع النادي الإفريقي في المراقبة لبغداد بونجيح وبنغورا، ما شفناش برشا صعود حمزة العقربي لهنا في تغيير الرسم التكتيكي للنجم الرياضي الساحلي باش يقعد يلعب مهاجم واحد، لهنا يمكن نشوفوا أكثر صعود لحمزة العقربي باش يعطي حلول أكثر للنادي الإفريقي، النادي الإفريقي اللي باش يلقى التوازن نتاعو خاطر في الشوط الأولاني شفنا النادي الإفريقي اعتمد أكثر على الجهة اليسرى، في أول كرة اعتمد فيها النادي الإفريقي وغير الكرة من الجهة اليمنى أفرزت هدف ممتاز بالنسبة للنادي الإفريقي، كيف معناتها فرصة لصابر خليفة كانت تمريرة من الجهة اليمنى في الطويلة في اتجاه صابر خليفة اللي معناتها كانت فرصة لكن وقع عرقلته معناتها قبل منطقة 18 متر أفرزت ورقة حمراء، لهنا معناتها لازم النادي الإفريقي يلعب أكثر توازن تعويل أكثر على الجهة اليمنى والجهة اليسرى في نفس الوقت. وترشف فما إمكانية لإقحام مهاجم آخر بالنسبة للنادي الإفريقي في ظل نقص العدد خاصة عماد المنيوي ينجم يكون أكيد حل... إنه أنيس أكيد إنه المدرب معناتها باش يبدأ الشوط الثاني بنفس التشكيلة لكن من بعد معناتها مع مرور الوقت باش ينجم فما تغييرات فما مراد الهذلي يمكن معناتها نلقاوه معناتها يدخل يمكن كيف معناتها المنياوي ينجم يعطي حلول اضافيه بالنسبه للنادي الافريقي لانه النجم الرياضي الساحلي درس مليح النادي الافريقي وخاصه سكر برشا على الاطراف نتاع مهاجمي النادي الافريقي دونك فما ملاعبين ينجموا يقدموا الاضافه في الشوط الثاني النادي الافريقي ان شاء الله نشاهدوا نسق احسن من الشوط الاولاني ان شاء الله نشاهدوا اهداف
كيف كيف، والفرجة بذولي كانت موجودة في الشوط الأولاني إن شاء الله كيف كيف يتواصل نفس النسق، يتواصل على نفس النسق إن شاء الله. نذكره بثلاث نتائج نوصل لثلاث مباريات للنادي الإفريقي، نجم الرياضي الساحلي هدف لهدف، النادي البنزرتي متعادل 0-0 مع مستقبل جابس، والملعب الجابسي منهزم ضد جمعية جربة هدف لصفر. هذوما نتائج ثلاث مباريات. نمشي فاصل إشهاري، بعده كلمة مباشرة إلى زميل هيكل الصغير، تفضل. روميو يبدا يشاتي مع جولييت ويوفى الكريدي 3G في التليفون، شوف الغصرة. على خاطر ما نحبوش صاحبتك تهرب عليك، اورانج ما تخليهاش بيك، ومع سيرفيس اس او اس انترنت ديفانيك كونيكسيون 3G في تليفونك فيها 100 ميجا اوكتي وقت اللي السولد يوفى عليك. كانك كيفي ايتواليست في الدم، خذ نمرو ليتوال موبيل تربح وتشجع به جمعيتك وتتمتع ب 300% بونيوس على كل عمليه شحن بقيمه دينار او اكثر. رقم مفضل ليتوال موبيل لواتيسال تونس مع 500 ميجا انترنت موبيل كل ما تستهلك 9 دينارات. مع ليتوال موبيل ديما معاك يا ليتوال. مناسبة اللانسمون تاع عرض ليتوال موبيل وحتى ال 31 مارس نجم تربح 100 مرة قيمة الشحن بتاعك إضافة إلى 300% بونوس ابتداء من دينار. اليوم أريدو تودك ببرومو على الباك لي 3G، خذ لك لي 3G وزيدها شهر كونيكسيون ب 19 دينار وهكا تولي تسرفي بأرخص سوم باك لي 3G في تونس. أكثر معلومات على danielife.com وإلا في لي بوتيك أريدو. أريدو واحد يتفرج في ماتش وما يعرفش الريزلتا شنو، ويفعلوا الكريدي 3G في تليفونه، شوف الغصرة. على خاطر ما نحبوش الريزلتا يفوتك، اورانج ما تخليهش بيك، ومع سيرفيس اس او اس انترنت ديفانيك كونيكسيون 3G في تليفونك فيها 100 ميجا اوكتي وقت اللي السولد يوفى عليك. مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى نجدد التحية في هذه المباراة القمة الخاصة بالجولة رقم 18 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. التعادل هدف مقابل هدف في فترة أولى بهدف أول للجزائري بغداد بونجاح بعد كرة ولمسة كانت من الغيني الخليل بانغورا على التصويب باليمين قدام بلال عيفة والحارس فاروق بن مصطفى. 1-0 للنجم الرياضي الساحلي. هاي الإعادة بالصور البطيئة لهدف بغداد بونجيح التاسع في عداد ترتيب الهدفين هذا الموسم. هيكل فضل عبد الرحمن على كل هيكل راهو باش نعطيه صورة كاملة معناها وقت اللاعبين دخلوا الحجرات الملابس يا هيكل معناها ثم هكا تشنجات من الجانبين معناها الافريقي والنجم الساحلي ثم تنسيون معناها باللغه الفرنسيه. على كل معناها ثم تجنب ما لا يحمد عقباه معناها في معناها المنطقه المؤديه الى حجرات الملابس وقت انت معناها وفيت النقل نتاع الشوط الاول وهذا كله معناها مش مبرر خاطر مازالوا 12 جوله تقريبا. مازالوا 12 جولة أكيد حنكة مسؤولية النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي ستعيد الأمور إلى نصابها في فترة الراحة على مستوى تهدئة الخواطر خاصة عند اللاعبين متاع زوز فرق. وهذا هدف التعادل للنادي الإفريقي بعد كرة من التيجاني بالعيد ورأسية صابر خليفة في مرمى أيمن المثلوثي بعد دقيقتين من هدف الجزائري بغداد بونجاح. 1-1 بمعطى آخر كذلك في المباراة في الدقيقة 45 بطاقة حمراء وإقصاء لمدافع النجم الرامي البدوي. 10-11 في فترة ثانية كيف ستكون وكيف كانت التوصيات لفوز البنزرتي ودانييل سانشيز على إفريقي من أجل المحافظة أو الترفيع في الفارق مع الوصيف النجم الساحلي في الترتيب العام. الإفريقي في المركز الأول ب 39 نقطة، 34 للنجم الساحلي والترجي على الرياضي ونجم الساحلي من أجل تقليص الفارق إلى نقطتين. لا يزال الحوار كبير ومشوق في فترة ثانية غير قابلة للتكهن بمردود الفريقين في الفترة الأولى. هيكل
هيكل لك الكلمة عبد الرحمن. معايا طارق عبد العليم يعرف جيدا الأجواء الساخنة متاع لقايات النجم والإفريقي، برشا ضغط نفساني على الزوز فرق. صحيح، هو متعرف ان نتيجة المباراة تهم الفريقين وده اللي خلى فيه عصبية شوية. شفنا مباراة مفتوحة من الفريقين، شفنا جولين دخلوا في الشوط الأولاني، ان شاء الله الشوط الثاني نعدل شوية حاجات ونتلافى النقص اللي عندنا، وان شاء الله نشوف مباراة اقل شوية من العصبية اللي شفناها في الشوط الأولاني. معناها ثم شيء البروفوكاسيون، معناها علاش اللاعبين هكا معناها في التعامل متاعهم في الميدان ربما أثروا حتى على التصرفات متاع بقية اللاعبين. صحيح، والمفروض يهدوا شوية، احنا التعليمات عندنا ان اللعيبة تبقى كالم، ما يبقاش في تنرفيز. ممكن لان الترتيب الاول والثاني بيلعبوا دلوقتي هم اللي نتيجة المباراة بتحسم تحديد المراكز، فعشان كده في عصبية شوية. ان شاء الله يهدوا ويركزوا في الملعب الشوط الثاني. شكرا لك طارق، عودة لك هيكل بالنسبة للتعليق على الشوط الثاني. والعودة بالتذكير بتشكيلة النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي وممكن الحلول البديلة الموجودة على بنك الاحتياطيين لفوز البنزرتي ودانيال سانشيز، النجم الرياضي الساحلي بأيمن المثلوثي وحمد النجاز، عمار جمل، رامي البدوي، كان أقصية مع نهاية الفترة الأولى زياد بوغتاس، فرانك مهدي سعادة، علي البريقي، مروان تاج، الخليل بنجورا وبغداد بونجاح، وهذا جانب من الجمهور الحاضر في مدرجات أولمبي رادس لمتابعة مباراة القمة بين النجم والنادي الإفريقي والتعادل هدف مقابل هدف في 45 دقيقة أولى. النادي الإفريقي بأسماء فاروق بن مصطفى، حمزة العقربي، ياسين الميكيري، هشام بالقروي، بليل العيفة، سيدو صليفو، حسين ستيفان ناتر، التجاني بالعيد، صبر خليفة، زهير الذوادي وعبد المومن جابوا على البنك. بالنسبة للنجم أيمن بن أيوب، صدام بن عزيز، أيمن الترابلسي، محمد نضال سعيد، محمد أمين بن عمر، يوسف المويبي، وسفيان هيكل موسى. هيكل تفضل. على كل مباشرة معايا نادر الغندري. نادر، شو توصيات على المدرب سانشيز؟ نعم، لي كونسيني دو كوتش سانشيز. فو با سبيسيبيتي بور لا دوزيام ميتون، بروند لو تان، فيو كو مانتنان ليتوال جوا 10 اي نون جوا 11. فو با سبيسيبيتي، اون ا تو لو اون ا تو لو تان، اون ا 45 مينوت بور اوفرير لو دوزيام بوت. وان شاء الله بمان، فو جوست بروند لو تان او سو كونسونتري. لي جوغ ايتي افيك لي نير ا فلور دو بو كوم اون دي. Oui, c'est vrai, quand on se prend un but vite, mais après on a eu l'intention de marquer directement. Maintenant, on est plus concentré, vu qu'on joue à 10, on joue à 11 par rapport à eux qui jouent à 10. On continue comme ça, Inch'Allah, Rabbi Manash. ميرسي، شكرا. عودة لك هيكل، اكيد ثم تركيز من جانب النادي الافريقي على استغلال النقص العددي للنجم ربما. والتوصيات المدرب دانيال سانشيز بعدم التسرع للاعب النادي الافريقي. ممكن في تصريحات اخرى قد نتعرف على توصيات المدرب فوزي البنزرتي على البنك بالنسبه للنادي الافريقي. سيف الشرفي، وسيف تقاع، اسامه الحدادي، عماد المنياوي، مراد الهذلي، نادر الغندري، وشهاب الزغلي، محمد أمين بن ناصر حكم المباراة، أيمن المثلوثي في آخر التوصيات، قائد النجم مع بقية المجموعة قبل انطلاق هذه الفترة الثانية. ومختلف الفئات العمرية موجودة في مدرجات أولمبي رادس لمشاهدة ومتابعة هذه المباراة. التحية كذلك لكل مشاهدين الكرام على الوطنية الأولى أينما كانوا في منازلهم أو في المقاهي، من أحباء النجم أو من أحباء نادي الإفريقي في هذا النقل المباشر للوطنية الأولى لمباراة الكلاسيكو عدد 116 بين النجم الساحلي ضيف أولمبي رادس. صابر خليفة وبغداد بونجاح، عبد المومن جابو، أيمن المثلوثي في حوار ما قبل بداية هذه المباراة هدأت الخواطر. وتلك هي القيم السامية والمبادئ وأخلاق الرياضيين، لأن مباراة كرة قدم تنتهي بصفارة نهاية المباراة وتبقى العلاقات بين مختلف الأندية التونسية. والكرة ستكون للنجم الرياضي الساحلي مع انطلاقة الفترة الثانية
بين مهدي سعادة وبغداد بونجاح، وفوز البنزرتي يبقي على الاختيار والخيار متاعه علي البريكي واللي على اليمين، ويدخل النجاز مع بوغتاس لتعويض رامي البدوي في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن ناصر. وانطلاق الفرجة في الشوط الثاني بكرة للنجم الخالد بنكورة مع هشام بالقروي، وكرة تعود للنجم الرياضي الساحلي على المخالفة الأولى في الفترة الثانية. ننتظر شوط ثاني أفضل بكثير من الفترة الأولى على مستوى التشويق، على مستوى الحماس، على مستوى الفرجة، على مستوى صنع اللعب، على مستوى الهجمات، على مستوى الفرص السانحة للتهديف. كرة وحوار كبير بين مهاجم النجم ودفاع النادي الإفريقي مروان تاج بغداد بونجاح، سيدو صليفو 11 مخالفة للإفريقي 14 للنجم الرياضي الساحلي، 25 مخالفة في فترة أولى. كرة للنجم الرياضي الساحلي الخليل بانكورا بالرأس، وكرة ترجع لدفاع النادي الإفريقي، والكرة في الشوط الثاني 10-11. معطى تكتيكي ومعطى هام لدانييل سانشيز وفوزي البنزرتي مع انطلاقة هذا الجزء الثاني من هذا الحوار. كولا لسيدو صليفو، حسين ناطر، بلال العيفة إلى هشام بالقروي، هشام بالقروي، هشام بالقروي صاحب الميدالية الذهبية مع منتخب العسكري في مونديال البرازيل 2011. ينتظر أول دعوة رسمية للمدرب الفرنسي كريستيان غوركوف. كرة لمهدي سعادة مقطوعة في وسط الميدان إلى مروان نتاج، فرانكام يأخذها صابر خليفة، تمشي لمهدي سعادة، مروان نتاج من جديد، لازالت للنجم الرياضي الساحلي، يضغط سيدو صليفو، يبدل اليمين علي البريكي، يخلط علي زهير الثوادي وعلي البريكي بهجمة للنجم الساحلي الخليل بنكورا، الغيني مهدي سعادة، السعادة السعادة، وتعليمات البنزرتي ممكن أكثر حرية لمهدي سعادة في وسط الميدان وأكثر مساندة للخط الأمامي، وعمار الجمل يخسر الحوار مع عبد المومن جابو، حمزة العقربي يتدخل، والمخالفة تعود للنادي الإفريقي في دقائق أولى في شوط ثاني. 1-1 بين الفريقين، كرة بين العقربي عمار الجمل، أربع انذارات وبطاقة حمراء في المباراة إلى حد الآن على مستوى الانذارات، جوج بطاقات صفراء للنجم وأخرى للنادي الإفريقي، حمدي النجاز وعمار الجمل، حسين ستيفان ناتر التجاني بالعيد، والإقصاء كان من نصيب رامي البدوي. قوة شخصية للحكم محمد أمين بن ناصر، 35 سنة في ثاني موسم يسفر في الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم، في السيفي التحكيمي متاعه في المحترفة الأولى عنده 13 مباراة، زفر منهم 6 للنجم الرياضي الساحلي، وهذه الأولى للنادي الإفريقي. كرة طويلة يتدخل حمدي النجاز، ترجع كرة لحسين ستيفان ناطر، ياسين الميكيري تهرب عليه كرة، تخرج ترجع للنجم الساحلي. مباراة بين الإفريقي والنجم، والترجي يشاهد ويتابع وينتظر نتيجة قد ترضي الترجي الرياضي التونسي العائد من بعيد في بطولة هذا الموسم في الشطر الثاني مع قدوم المدرب البرتغالي جوزي دي مورايس. كرة ترجع 3 انتصارات في 3 جولات أولى، كرة تبقى للإفريقي بعد التدخل الأخير من الجزائري هشام بالقروي. ياسين الميكيري في مباراة رقم 14 مع النادي الإفريقي إلى ناتر، الضغط من بغداد بونجاح، بغداد والمدافع في النجم الساحلي عندما تكون الكرة للنادي الإفريقي، وعكسه من ياسين الميكيري بغداد بونجاح، بغداد بونجاح إلى مروان تاج، لا يخير باش يلعب وحده، بغداد بونجاح يسقط، يطلب اللعب محمد أمين بن ناصر، سيدو صليفو، سيدو إلى عبد المومن جابو، 3-3 عبد المومن جابو مع حمدي النجازات، بغتاس مقطوعة من فرانكام، تبقى للإفريقي عبد المومن جابو، يعطي صابر خليفة 1-2 جابو خليفة زهير الزوادي، يهرب الميكاري حاول التوزيع، موجود في القائم الثاني في جانب العيد، لكن أصبح أيمن المثلوثي يقطع هذه الكرة أمام مهاجمي النادي الإفريقي بثبات تدخلات أيمن المثلوثي، لا يتحمل مسؤولية في الهدف اللي سجله صابر خليفة. كرة من بلال العيفة، حمزة العقربي، حسين ستيفان ناطر يعمل لقطة فنية، يهرب مروان تاج، يعطي
التجاني بالعيد لخلف التجاني بالعيد التجاني بالعيد ورأي عبد المومن جافو إلى صابر خليفة في كرة الثاني سيع من النادي الأفريقي والتدخل كان جيد من زياد بوغطاس يحرم الأفريقي من هدف ثاني كرة خطيرة الأفريقي على مستوى عكس الهجومات خطير في السرعة بوجود عبد المومن جابو التجاني بالعيد صابر خليفة وزهير الذوادي والنجم متمركز في الدفاع مع انطلاقة الفترة الثانية مهدي سعادة إلى فرانك كام يعطي كرة للخليل بانكورا سيدو سليفو يرتكب المخالفة واضحة الكرة والعملية واللقطة الأخيرة والمخالفة للنادي الإفريقي بسرعة كام إلى بغداد بونجاح يلعب كرة مع علي البريكي علي البريكي ياسين الميكاري كرة تخرج ضربة 6 أمتار بقرار من المساعد الثاني أيمن إسماعيل في تجربة رابعة بالنسبة للجنة التعيينات على مستوى إضافة زوج حكام وراء خط المرمى بعد الدربي الجابسي بين المستقبل والملعب ودربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي وكذلك الكلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي اليوم النجم والنادي الإفريقي في رادس بوجود 6 حكام كرة لعبد المومن جابو مقطوعة من مهدي سعادة أكثر تواجد في منطقة وسط الميدان لمهدي سعادة في الفترة الثانية عمار جمل يرفع كرة بغداد بونجاح ما يخوهاش تغطية من حسين ستيفان ناتر 18-18 على مستوى التواجد في تشكيلة الفرنسي دانيال سانشيز ناتر بالعيد فاروق بالمصطفى ثم يأتي البقية في أذهان وأفكار واختيار الأسماء لدانيال سانشيز كرة لجوريدي سهلي على كثيرا من الغيابات العديدة منذ بداية الموسم على مستوى اختيار التشكيلة كرة من صابر خليفة سيدو سليفو صابر خليفة مع حمد النكاز صابر يحاول التوزيع إلى حمزة العقربي حمزة العقربي يخرج على الكرة تجاوزت الخط وكرة ترجع الكرة نجم قاعد يعاني من خلال النقص العددي واضح أن خروج رامي البدوي أثر كثيرا خاصة على مستوى المساحات الموجودة في وسط الميدان كان عنده دور كبير برشا علي البريكي في وسط الميدان خاصة على مستوى التغطية قدام زهير الثوادي كرة ستعود من أيمن المثلوثي يلعب كرة إلى مروان تاج إلى حسين ناطر حمزة العقربي نسبة امتلاك الكرة في الفترة الثانية مع البداية للنادي الإفريقي بلال العيفة في مبدأ السلامة إلى فاروق بن مصفى يطول إلى صابر خليفة على ترويض خاطئ التغطية وابتكاك الكرة من مهدي سعادة لكن عكسية من زياد بوغطاس زهير الثوادي ترجع خلي بنكورة مهدي سعادة كرة طويلة موجود فاروق بن مصفى في أولمبي رادس هذا الموسم النادي الإفريقي له علامة كاملة كمضيف في 8 لقاءات 22 نقطة على 24 ممكنة وهذه كرة من ياسين الميكاري حاول التوزيع ويربح الركنية 7 انتصارات وتعادل للنادي الإفريقي في رادس تعادل الوحيد كان ضد الترجي الجرجيسي 1-1 سجل في كل المقابلات 15 هدف وقبل 4 أهداف اليوم الهدف رقم 16 وقبل هدف رقم 5 بإمضاء بغداد بونجاح الركنية ثانية للنادي الإفريقي والأولى في الشوط الثاني والتنفيذ من زهير الذواتي لعب كرة بالرأس يتدخل حمد النجا سيدو سليفو كما جاء خليل بنكورة يقطعها والهجمة ترجع للنجم الساحلي خليل بنكورة يرجع لسيدو سليفو يفك هذا ويمشي ياسين الميكاري يلعب زهير الذواتي يرجع للمخالفة محمد أمير بن ناصر قريب من كل العمليات في هذه المباراة لياقة بدنية جيدة دون أخطاء تذكر في مباراة النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي 54 دقيقة لعب منذ البداية ولا يزال التعادل مسيطر على النتيجة هدف مقابل هدف هذه الكرة الأخيرة بين خليل بنكورة وياسين الميكيري وعبد المومن جابو قبله حمدي النكاز يرفع كرة عبد المومن جابو بلال العيفة في وضعية رأس حربة تدخل بدفاع النجم فرانك كام إلى مروان تاج كام كرة تمشي لبغداد بونجاح قبل سيدو السليف وبغداد بونجاح يدخل على محمد بن بنصر لا يرجع ثم لمسة يد من مهاجم النجم
بنجاح وسط الميدان كره في سرعه من حمزه العقربي الى بلال العيفه اتجاه بالعيد. هاي العمليه واللقطه واضح كان الترويض باليد كره من بخدم بنجاح اسبق منه بلال العيفه ما يخلو السيد سليفو. اصبحت بدنيه وصراعات كبيره في وسط الميدان بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. مباراه كبيره ياسر على مستوى الروح على مستوى العزيمه على مستوى الاصرار على مستوى البذل والعطاء للاعبي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي للظفر بنقاط هذه المباراه لتزداد البطوله حلاوه اكثر حلاوه واكثر تشويق واكثر فرجه للمشاهدين للمتابعين للاحباء وللجماهير. الكره الاخيره بين لاعبي النجم والنادي الافريقي. سلامات سلامات لكل اللاعبين بعد هذا التدخل الاخير وخروج مهدي سعادة لتلقي العلاج خارج الميدان. دفع معنوي كبير للافريقي من خلال تواجد جمهوره باعداد 13,000 متفرج بعد قرار رفع عدد الجماهير بالنسبة للفرق المضيفة. رادس كان 7,500 أصبح 3,000 أصبح 13,000 وأيمن الترابلسي سيكون الورقة البديلة الأولى للمدرب فوزي البنزرتي. كرة من ياسين الميكاري يخسرها تمشي للخليل بانكورا بانكورا كرة للنجم يربح المخالفة محمد أمين بن ناصر. محمد أمين بن ناصر وأيمن الترابلسي يستعد للدخول كتغيير أول بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي بعد إقصاء الرمي البدوي. كرة تلعب من بغداد بنجاح بسرعة على الإبريقي بغداد بنجاح والهدف الثاني للنجم الساحلي. الهدف الثاني بغداد بنجاح 57 دقيقة لعب. أوه هدف جميل جدا جميل هدف بغداد بنجاح بعد كرة من على الإبريقي. بغداد بنجاح هدف 10 هذا الموسم في توقيت 57 دقيقة لعب في المباراة. شوف الرفعة من علي البريكي واللمسة من بغداد بنجاح فنيات كبيرة في التقاط الكرة بخارج الساق اليمنى ولد ليكون هدافا ومرعبا للحراس. بغداد يسجل وبنجاح يرد عليه 2-1 للنجم الساحلي رغم النقص العددي. هدف ثاني دوبلي الجزائري بغداد بنجاح في الدقيقتين 25 و57 يخرج مهدي سعادة ويدخل أيمن الترابلسي في تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. النجم يتقدم في النتيجة رغم النقص العددي. الإفريقي سيطر مع انطلاقة الفترة الثانية لكن العبرة بالأهداف لا بالسيطرة. كرة متجاني بالعيد في وسط الميدان. مباراة على مستوى عال من خلال التشويق الكبير اللي فيها معطيات جديدة في هذه الفترة الثانية. نقص العددي لا يعني شيء في مباراة كرة القدم. نجم الملاعبية يكونوا يلعبوا ب11 يعطيوا 100% يلعبوا ب10 يعطيوا 150%. ننتظر كرة من حسين ستيفان ناطر إلى بلال العيفة. بلال العيفة بدينا نقربوا لساعة لعب 2-1 للنجم ضد النادي الإفريقي. بلال العيفة في وضعية هجومية. بلال يحتفظ بالكرة يربح مخالفة للنادي الإفريقي. بغداد بنجاح 10 أهداف هذا الموسم مع النجم الرياضي الساحلي في 18 جولة. 23 سنة وثلاثة أشهر من مواليد وهران 1991 بدا مع فريق مغمور في الجزائر اسمه رائد شباب غرب وهران سنة 2007. الفريق اللي لعب فيه كذلك يوسف البلايلي المهاجم السابق للترجي واتحاد العاصمة حاليا. 2011 وقع الاتحاد العراش الحراش وجوان 2013 جاء للنجم الرياضي الساحلي بعقد لجوان 2017 ويوم 27 اكتوبر 2014 اول دعوة رسمية للمنتخب الاول الجزائري. النادي الافريقي يلقى صعوبات كبيرة في مقابلات الكبار. هذا
الموسم. هذا التدخل والحوار بين حمزة العاكربي ومروان تاج الافريقي. فشل في الانتصار على الفرق الكبرى، هزيمة مع النجم في الذهاب، زوج تعادلات مع النادي الصفاقسي والترجي الرياضي، الى حد الان منهزم انيا بهدفين مقابل واحد ضد النجم في اولمبي رادس من كرة ثابتة 37 متر على مرمى الحارس ايمن المثلوثي التيجاني بالعيد، يتكفل بالتنفيذ، ترجع الكرة من عمار جمل، ما زالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي حمدي النقاز، وكرة تخرج للتماس بتغيير مهدي سعادة، ايمن الترابلسي ارتكاز ثاني مع فرانك كوم، يرجع مروان تاج، كرة تبقى للنادي الافريقي من سيدود، تيجاني بالعيد، حمزة العقربي الى عقربي، اكثر نسق واكثر كرة في الشوط الثاني بالراس، بلال العيفة، صابر خليفة، زهير الثوادي، بعيدة بعيدة كرة زهير الثوادي على مرمى ايمن المثلوثي. في ساعة لعب في هذه القمة وهذا الحوار، عدد 116 العيفة بالراس الى زهير الثوادي، وكورتو خرج الميدان. 5 أهداف لزهير الثوادي هذا الموسم مع النادي الافريقي. البلبولي وسيم بن صالح الحكم الاضافي وراء خط المرمى الاول، ترجع كرة لدفاع النادي الافريقي. الافريقي زيد واحد على مستوى التشكيلة مقارنة بالنجم، 11 ضد 10 ويجري وراء النتيجة. كرة طويلة من بلال العيفة، صابر خليفة، علي البريكي بالراس، كرة خطيرة والتدخل من أيمن المثلوثي، لعب بالنار علي البريكي في هذه الكرة، متفطن أيمن المثلوثي أمام صابر خليفة. عديد الأسماء الدولية في تشكيلة الإفريقي والنجم تحت متابعة وأنظار المدرب البلجيكي للمنتخب الوطني التونسي جورج ليكانس لهذه المباراة، بعد ما كان البارح حاضر في مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، والانطلاق للأعداد لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين أول السنة القادمة، وتنتظرنا مباراة دولية ودية أولى يوم 27 مارس ضد المنتخب الياباني في توغو، ثم الثانية 31 مارس ضد المنتخب الصيني في شنغهاي. كرة ترجع لبغداد بونجاح مع ياسين الميكاري، بغداد بونجاح بين ثلاثة يحاول المرور التوزيع، كرة ترجع للنادي الافريقي، فاروق بن مصبح، حمزة العقربي يضغط، مروان نتاج على حمزة العقربي، لمسة واحدة إلى عبد المؤمن جابو، ثلاثة على جابو، الترابلسي جمل مروان تاج، يخرج حسين ستيفان ناطر، يلعب كرة مقطوعة بدفعة عددية للاعبي النجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان. توصيات المدرب فوزي البنزرتي، كرة طويلة هشام بن قروي إلى بلال العيفة إلى حمزة العقربي، حمزة العقربي يلعب كرة إلى بلال العيفة، النجم متراجع إلى الوراء، والنادي الإفريقي مطالب بفك رموز دفاع النجم الرياضي الساحلي، صيدو صليفو يصوب كرة بعيدة بعيدة، كرة الغاني صيدو صليفو ترجع للنجم الرياضي الساحلي أيمن المثلوثي في تنفيذ، ويرجع الكرة للعب النادي الإفريقي. آخر تنقل خارج العاصمة كان خسر في بنزرت بهدفين مقابل واحد في الجولة رقم 12، اليوم يلعب المباراة السادسة على التوالي في العاصمة بين رادس وزويتن. 3 انتصارات لأبناء دانيال سانشيز وزوج تعادلات بعد فوز على مستقبل جيبس بهدفين مقابل واحد، انتصار على النجم الرياضي بالمتلوي 3-0 4 بلاش ضد الملعب التونسي، والتعادل 2-2 في درب العاصمة، 1-1 مع الترجي الرياضي الجرجيسي. فوزي البنزرتي ينظر يتأمل بقية الدقائق المتبقية والطويلة في هذه المباراة على النجم الرياضي الساحلي المتقدم انيا بهدفين مقابل واحد في قمة الجولة ضد النادي الافريقي في اولمبي ارادس. افضل هجوم اليوم على الافريقي ضد افضل دفاع، والافضلية للنجم بعد مرور 64 دقيقة لعب ايمن المثلوثي، يرجع كرة هشام بن قروي، بغداد بنجاح، علي البريكي،
يلعب كرة إلى حمزة العقربي، حمزة العقربي إلى حسين ستيفان ناتر، ناتر ناتر حمزة العقربي، حسين ناتر من جديد يبدل لليسار إلى ياسين الميكاري، الميكاري يلقى الحل مع بلال العيفة، بلال إلى التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد التوزيعة والتدخل من حمدي النجاز، ورتبقى للنادي الإفريقي من التيجاني بالعيد، لمسة بلال العيفة، بلال إلى هشام بالقروي، هشام بالقروي نجم يلعب في 30 متر الأخيرة، والنادي الإفريقي يلقى في صعوبات كبيرة في الخروج بالكرة وبناء الهجمة، وأكبر دليل هذه العملية كرة طويلة من هشام بالقروي على حمزة العقربي، النجم قاعد يقلق بالانضباط التكتيكي للاعبين نتاعه في النادي الإفريقي، مش مخلي المساحات والفراغات، النجم بعشر لاعبين يلعب أفضل على المستوى الدفاعي من اللي كان يلعب في الفترة الأولى، كرة من عمار الجمل ستعود للنجم الرياضي الساحلي، يلعب عمار بغداد بونجاح مع الديشاني بالعيد بلال العيفة، والمخالفة تعود للنجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، ثاني تغييرات المدرب فوزي البنزرتي بعد دخول أيمن الترابلسي مكان مهدي سعادة، محمد أمين بن عمر في المباراة الخامسة هذا الموسم ليه مع النجم الرياضي الساحلي، الشيخ مكان الخليل بنكورا ننتظر رقم 13، رقم 13 غير موجود في القائمة تاع النجم الرياضي الساحلي، خليل بنكورا ونادر الغندري في المقابل بتعليمات أخيرة لدانييل سانشيز باش يكون هو البطاقة البديلة الأولى للنادي الإفريقي، تغيير ثاني للنجم وأول للنادي الإفريقي، شوط ثاني شوط المدربين 13 الخليل بنكورا، وجود 17 على ورقة المباراة، كرة ترجع وتغيير ثاني، يخرج خليل بنكورا ويدخل محمد أمين بن عمر، انتظار التغيير الأول للنادي الإفريقي الزهير عثوادي، سايتو صاليفو بجانب العيد يخذها مروان تاج، تمشي لحمزة العقربي، لمسة البحث عن عبد المؤمن جابو، كرة ترجع للنادي الإفريقي من حمزة العقربي إلى هشام بالقروي، هشام بالقروي ياسين الميكاري، يضغط محمد أمير بن عمر، لمسة زهير الذواتي ياسين الميكاري، يرجع كرة إلى هشام بالقروي طويلة على عبد المؤمن جابو سهلة لأيمن المثلوثي، أيمن المثلوثي إخو كورتو حارس النجم متكون في الأصناف الشابة للنادي الإفريقي 30 سنة، كرة طويلة من أيمن المثلوثي، بغداد بونجيح مع بلال العيفة، يا خويش أيمن الترابلسي، أمين بن عمر على علي البريكي، ترجع كرة للإفريقي، المخالفة والتخيير الأول نادر الغندري، يخرج حسين ستيفان ناتر ويدخل نادر الغندري، تغيير مركز بمركز بالنسبة للمدرب دانييل سانشيز، كرة من تيجاني بالعيد أو اللمس للكرة لنادر الخندري، يعطي إلى حمزة العقربي، قصيرة كانت من حمزة ما توصلش النادر، مقطوعة من مروان زوج، هو المخالفة ترجع للنجم الرياضي الساحلي، أول مباراة بين الفريقين بعد هذا التدخل من الخندري على مروان تاج، كانت يوم 20 نوفمبر 55 في جيو أندري الملعب شيد ليزويتن، حاليا النجم كان فاز بهدفين مقابل هدف، وآخر مباراة يوم 28 أوت 2014، ذهاب هذا الموسم النجم الساحلي فاز بهدفين مقابل صفر، هدف زياد بوخطاس 45+1 وبغداد بونجاح في الدقيقة 82، بغداد متعود على التهديف
ست النادي الافريقي ذهابا وايابا هذا الموسم. كره من بلال العيفه، العيفه يعطي عبد المومن جابو وصعوبات للنادي الافريقي في وسط الميدان. ياسين الميكاري، سايدو صليفو، سايدو صليفو، بلال العيفه، العيفه، حمزه العقربي مع عمار الجمل، تدخل جيد من عمار الجمل يقطع الكره يعطي من جديد، ترجع لبلال العيفه الى نادر الغندري. بلال العيفه يلعب كره مع هشام بالقروي، 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 لازالت الكرة عند النادي الافريقي وما زال الافريقي حاول الخروج تقريبا ويتجاوز العشرة امتار تاع منتصف الميدان. الكرة ازدواجية قبل ما توصل حمزة العقربي من عمار جمل، تبقى المروان الناتج يخرج بعد تختار من مناطق النجم الساحلي بلال العيفة. اخوة هذه الكرة بلال يعمل مراوغة، ايمن الترابلسي يوزع بلال الى صابر خليفة مع ايمن المثلوثي اعلى من الجميع. يخو كورتو بخبرة السنوات الطويلة، ايمن المثلوثي يتدخل ويخو هذه الكرة بل صابر خليفة وسط ايمن المثلوثي. السلامات الحارس الدولي للمنتخب الوطني التونسي الذي أبدع في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الأخيرة في غينيا الاستوائية 2015، أفضل حارس في الدور الأول، وقع اختياره من اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تقدم لا يزال للنجم الرياضي الساحلي بهدفين مقابل هدف. طارق عبد العليم والحارس الثاني ايمن بن ايوب 2-1. 25 دقيقه لعب بغداد بنجاح يفتتحها، يعدلها صابر خليفه بعد دقيقتين في 27، ثم يضيف بغداد الهدف الثاني في الدقيقه 57 بكيفيه كانت جميله، وهدف جميل لبغداد بنجاح بعد توزيعه كانت من عليا البريكي. استهداف اللعب 71 دقيقة لعب 19 دقيقة قبل نهاية التسعين. إعادة تنفيذ التماس بعد خروج الإطار الطبي للنجم الرياضي الساحلي العقربي بلال العيفة. هشام بالقروي، سايدو صليفو، هشام بالقروي إلى بلال العيفة. المباراة ما زالت طويلة. بلال العيفة الى التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، يعطي كرة زهير الزوادي، زهير الزوادي، لمسة واحدة لعبد المومن جابو، عبد المومن جابو مع علي البريكي، جابو جابو جابو، يرجع الى التيجاني بالعيد، يحاول التوزيع الى نادر الغندري، حمزة العقربي بكرة طويلة وبعيدة، تخرج اللمسة الأخيرة مفقودة عند النادي الإفريقي. تكتل دفاعي وانضباط كبير من لاعب النجم الرياضي الساحلي بتوصيات من المدرب فوزي البنزرتي. بعد أسبوعين سيعود النجم الساحلي والنادي الإفريقي لتمثيل كرة القدم التونسية في المسابقات الإفريقية في كأس الاتحاد. النادي الإفريقي سيواجه دولفينز النيجيري اللي تأهل بضربات الجزاء 5-3 بعد الهزيمة بهدف مقابل صفر في مباراة الذهاب، والفوز أمس في نيجيريا 1-0 على ليونيس من غينيا الاستوائية. الذهاب في تونس بين 13 و15 مارس والإياب بين 3 و5 أفريل في نيجيريا، في حين النجم الرياضي الساحلي ينتظر المنافس نتاعه مباراة دور في هذه اللحظات بين كوزي المساجير البولندي وبنفيكا لواندا الأنغولي. 2-0 لبنفيكا لواندا في مباراة الذهاب. النجم يلعب الذهاب في سوسا والإياب إما في لواندا أو في بورندي. كرة ثابتة ومخالفة للنادي الإفريقي على الجانب العيد، يتكفل كالعادة بالتنفيذ 36 متر، تبعد الكرة على مرمى الحارس أيمن المثلوثي. كل لاعب النجم في منطقة 16 متر و50 الإفريقي في التغطية موجود، سيدو صليفو وياسين الميكاري وينتظر الكرة الثانية. زهير الزوادي كرة من تيجاني بالعيد وتوزيع التدخل من دفاع النجم مرة أولى ثانية عمار جمل، بعد اختر على دفاع وتبقى لزهير الزوادي في حوار، يحاول التوزيع زهير الزوادي بالعيفة أيمن المثلوثي أعلى من الجميع. أيمن المثلوثي يخلو هذه الكرة، أيمن المثلوثي في الكرة العالية لحد الآن نسبة نجاح كبيرة أمام مهاجمي النادي الإفريقي. أفضل هجوم في البطولة
ب 32 هدف قبل هذه المباراة بفضل قوة هجومية رباعية الدفع. 22 هدف من مجموعة 32 كان سجل الرباعي صابر خليفة والتجاني بالعيد والذواد وعبد المومن جابو. اليوم الهدف رقم 23 لصابر خليفة لهذا الرباعي والسابع ليه في عدد ترتيب الهدفين. والافريقي بهدف صابر خليفة في مرمى نجم الرياضي ساحلي هكا يولي يسجل لكل المنافسين في البطولة هذا الموسم. هذه الكرة الأخيرة والتدخل من نادر الغندري على أيمن المثلوثي. بدينا نقرب نهاية المباراة آخر 15 دقيقة. تغيير واحد لا يزال للمدرب فوزي البنزرتي مقابل زوج تغييرات للمدرب الفرنسي دانييل سانشيز اللي باش يقحم مراد الهذلي في قادم اللحظات. مراد الهذلي مكان ياسين الميكاري يلعب دانييل سانشيز الكل في الكل. هذه اللحظات الأخيرة من المباراة. مراد الهذلي باش يتم البقاء باش يلعب دانييل سانشيز. ثلاثة ملاعبية في محور الدفاع بالقروي العيفة وحمزة العقربي والبقية في وسط الميدان هو الخط الأمامي بخروج ياسين الميكاري. وننتظر أكثر من خلال تمركز اللاعبين. ولات مباراة تكتيكية 100% بين فوز البنزرتي ودانييل سانشيز. تعامل فوز البنزرتي بذكاء مع خروج رامي البدوي بالبطاقة الحمراء. علي البريكي رجع كمدافع أيمن والنقاز ولا في المحور مع أبو غطاس. الفريقي بحداش يخرج الميكاري يدخل الهذلي والفريقي باش يبدأ يلعب بثلاثة مدافعين فقط. بالقروي على اليسار العيفة في المحور ومعهم حمزة العقربي اللي مش باش يساند برشا الخط الأمامي في قادم اللحظات. أكثر كثافة في وسط الميدان كرة من العقربي رجع الكرة للعب حمزة العقربي يطلب نادر الغندري التيشاني بالعيد يخذها مراد الهذلي لمسة واحدة لهشام بالقروي. هشام بالقروي يلعب كرة مع زهير الثوادي. زهير الثوادي الثوادي يلعب كرة إلى مراد الهذلي. المتابعة موجودة من زياد بوغطاس. زياد بوغطاس ومراد الهذلي والكرة الاستمرارية للنجم الرياضي ساحلي بغداد بنجاح مع بلال العيفة. بغداد بنجاح الهجومات المعاكسة للنجم الرياضي الساحلي يحاول المرور بلال العيفة يتدخل يقطع الكرة مراد الهذلي إلى عبد المومن جابو. مراد يلعب كرة مع نادر الغندري. نادر الغندري كرة تجيه من هشام بالقروي إلى حمزة العقربي. عبد المومن جابو نادر الغندري عبد المومن جابو. الإفريقي قاعد يبدل وينوع في اللعب لكن من غير ما يوصل إلى مرمى أيمن البلبولي. كرة إلى هشام بالقروي حاول يرفع كرة على البريكي ياخذها الزهير الثوادي. ما زالت الكرة لنادي الإفريقي الثوادي يحاول يرفع زهير الثوادي تضرب في البريكي وما تخرج. تبقى محمد أمير بن عمر يلعب كرة كما جات بغداد مع بلال العيفة في التغطية. بلال إلى فاروق بن مصطفى لمسة إلى حمزة العقربي. حمزة العقربي يلعب كرة سايدو صليفو. سايدو صليفو النجم الساحلي يلعب بثمان لاعبية في منطقهم الخلفية والنادي الإفريقي يلقى في صعوبات كبيرة. الهذلي الهذلي يلعب مع أيمن الطرابلسي. محمد أمين بن عمر إلى علي البريكي. مباراة تكتيكية كبيرة لفوز البنزرتي والنجم الساحلي بغداد بنجاح لكن فما رفع راية من المساعد الثاني أيمن إسماعيل. كرة للتيجاني بالعيد التيجاني بالعيد النادي الإفريقي يحاول والنجم الرياضي الساحلي عزيمة كبيرة وإصرار على العودة بنقاط الفوز إلى السوسة. كرة من بلال العيفة إلى الزهير الذوادي. الذوادي وعلي البريكي والكرة مخالفة. محمد أمير بن ناصر يصفر مخالفة للنادي الإفريقي بعد هذه الكرة والعملية الأخيرة من الحكام الشبان اللي عول عليهم جمال بركات في التعيينات مع أسماء أخرى بطاقة صفراء لعلي البريكي. أتذكر جيدا أسماء هيثم كيرات وصادق السالمي أمير لوسيف أيمن كشات وليد جريدي محمد شعبان خالد الجيزاني محمد بن شريفة وعامر شوشان. دفعة من الحكام لقادم السنوات في التحكيم التونسي
بعض الأسماء ستكون حاضرة في القائمة الدولية لسنة 2016. اتجاه بالعيد وكرة أخرى للنادي الإفريقي من مخالفة، يلعب عبد المومن جابو، عمار جمل يسقط جابو، طلب ضربة جزاء، يطلب اللعب اتجاه بالعيد يسقط من جديد وعكس الهجمة للنجم الرياضي ساحلي، 3-2 بغداد انسلاقية من حمزة العقربي، تبقى للنادي الإفريقي إلى هشام بالقروي، يرجع سيدو صليفو يلعب كرة إلى اتجاه بالعيد، اتجاه بالعيد إلى صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة، صابر خليفة يحاول يرفع الكرة، كرة بين اثنين، مرة أخرى الإفريقي طلب ضربة جزاء، يطلب محمد أمين بن ناصر اللعب، نادر الغندري يوزع صابر خليفة بالرأس، يمهد زهير الزوادي كما جات والكرة عالية، عالية كرة زهير الزوادي فوق المرمى، 80 دقيقة لعب، 2-1 للنجم الساحلي ضد النادي الإفريقي، أي 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 ملا مباراة وملا هي وملا تشويق بين الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، الدقائق الأخيرة التمهيد من صابر خليفة وكما جات من زهير الزوادي فوق المرمى، 10 دقائق الأخيرة دون اعتبار الوقت البديل ستكون طويلة على جمهور النجم الرياضي الساحلي، قصيرة على جمهور النادي الإفريقي، الأهداف متباينة، النجم من أجل المحافظة على هذا التقدم، وبطاقة صفراء أخرى لأيمن المثلوثي، كثرت البطاقة الصفراء من محمد أمين بن ناصر في هذه المباراة في الشوط الثاني، النجم للمحافظة على التقدم وتقليص الفارق إلى 2 مع النادي الإفريقي، والإفريقي من أجل التعديل للمحافظة على فارق 5 نقاط، كرة من أيمن المثلوثي، فرجة رائقة لمشاهدينا في الوطنية الأولى من أيمن المثلوثي، يرفع كرة نادر الغندري مع فرانك كام، يأخذها الغندري مراد الهذلي، لمسة إلى هشام بالقروي، هشام بالقروي حاول يرفع، يلعب كرة قصيرة مع مراد الهذلي، يمشي مراد، مراد المتابعة من محمد أمين بن عمر، مراد الهذلي ما زال الاستحواذ عند النادي الإفريقي ويربح المخالفة، كثرة المخالفات والكرة الثابتة، وعلي البريقي يحتج ومش راضي على قرار الحكم محمد أمين بن ناصر، كرة للنادي الإفريقي اتجاني بن عيد، 15 مخالفة للنادي الإفريقي، 21 للنجم الرياضي الساحلي، 36 مخالفة بالتمام والكمال بين الفريقين، 37 متر من الأرقام الأخرى، هذه اللحظات تبعد كرة التجاني بن عيد على مرمى أيمن المثلوثي، التجاني بن عيد يرفع كرة، يتدخل فرانكو مقبل زهير الزوادي، صابر خليفة مازالت للنادي الإفريقي، خليفة بين اثنين يقتحم محمد أمين بن عمر، يعكس الهجمة بغداد بنجاح إلى أمين بن عمر من جديد، يرفع الكرة مروان تاج، تاج تاج يحاول يلعب كرة مع بغداد، موجود سايتو ساليفو في التغطية، النادي الإفريقي بثلاثة ملاعبية فقط في الدفاع، قاعد يخلي في فراغات في الدفاع، يحاول يستغلها النجم من خلال سرعة بغداد بنجاح وعلي البريكي وأمين بن عمر ومروان نتاج، كرة لزهير الزوادي، الزوادي يحاول المرور ممنوع، قف من محمد أمين بن عمر، كرة تبقى للنجم الرياضي الساحلي يزفر المخالفة، محمد أمين بن ناصر، جمهور الإفريقي يحاول التشجيع والدفع بلاعبيه في الدقائق واللحظات الأخيرة من هذه المباراة، هذه كرة مراد الهذلي ومحمد أمين بن عمر، محمد أمين بن عمر اللي كان لعب كأساسي في مباراة الذهاب ولعب كظهير أيمن في ظل غياب تقريبا 8 لاعبين في التشكيلة الأساسية لفوز البنزرتي آنذاك، وربح المباراة بهدفين مقابل 0، واليوم متقدم 2-1 ولعيفة عنده الكرة، بلال حمزة العقربي يطول، حمزة يبحث عن صبر خليفة، كرة بالرأس مقطوعة من زيد بغطاس، هشام بالقروي موجود بن عمر، حط كرة في التماس ترجع للنادي الإفريقي، يلعب ضد الوقت ويلعب ضد النتيجة، والكرة لهشام بالقروي يلعب مع عبد المومن جابو، جابو في الشوط الثاني لم نشاهده في هذه المباراة، محاصرة كانت كبيرة ولاصقة من مدافع النجم الرياضي الساحلي على عبد المومن جابو، صابر خليفة زهير الذوادي، شوط ثاني تكتيكي ناجح للنجم لفوز البنزرتي أمام الفرنسي دانييل سانشيز، كرة من أيمن البثلوثي وعودة الكرة للعب، ستكون هناك جولة قادمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم الثلاثاء والأربعاء، هي الجولة الرابعة إياب، يوم الثلاثاء الافتتاح بمباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري، ويوم الأربعاء في سوسة الأولمبي النجم يلاقي القوافل الرياضية بقفصة،
والنادي الافريقي يتحول الى جربة حومة السوق لملاقاة الجمعية الرياضية بجربة كرة من فرانك كام، ما توصلش المروان تاج، لا ياخذها مروان، ترجع الى ايمن الترابلسي. فرانك كام الجندي الخفيف في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، لياقة بدنية عالية وتمركز جيد، وافتكاك كرة من عبد المؤمن جابو الى تيشاني برعيد، ويخرج ايمن المثلوثي يسبق تيشاني برعيد ياخذ هذه الكرة. حارس النجم الرياضي الساحلي، مباراة دون اخطاء، عبد المؤمن جابو لمسة ذكية التيجاني بالعيد، والتغطية كانت جيدة من علي البريقي قدام التيجاني بالعيد. كرة تعود للنجم الرياضي الساحلي، 85 دقيقة لعب في المباراة. آنيا 2-1 أعلى الشاشة على اليسار للنجم الرياضي الساحلي، كرة من محمد أمين بن عمر مراد الهذلي، والكرة تخرج ترجع للنادي الإفريقي. هشام بالقروي في يرجع الكرة للعب، 24 سنة المدافع الجزائري للنادي الإفريقي، طويلة صابر خليفة قبل زياد بوغطاس دون اخطاء للمحور الجديد النجاز بوغطاس، ترجع الخندري لعبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو لمسة في محور دفاع النجم يصلحها زياد بوغطاس، خليها تخرج حمزة العاقر بالتماس، يرجع للنادي الافريقي بسرعة الى عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو لمسة عرضية الى التيجاني بالعيد، لمسة ما توصلش، التدخل من دفاع النجم بن عمر، كرة البغداد بنجاح وحده بين اربعة مدافعين، بغداد مع الهذلي العقربي بالقروي وصيدو صليفو، وفما بطاقة صفراء أخرى في المباراة هذه المرة لمراد الهذلي، هي الثالثة للنادي الإفريقي. بذكاء كبير برشا تعامل بغداد بنجاح مع هذه الكرة وهذه اللقطة، شاف روحه وحده دون مساندة، احتفظ بالكرة وأجبر مراد الهذلي على ارتكاب الخطأ، لاستهلاك بعض اللحظات وبعض الثواني والتوقيت في صالح النجم الساحلي. 86 دقيقة لعب، هام جدا التوقيت في مباراة الكلاسيكو، عدد 116 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، والإفريقي ما ربحش لطوال في تونس العاصمة منذ 4 سنوات. هل يتواصل هذا العجز للانتصارات للإفريقي ومواصلة النجم الرياضي الساحلي نتائجه الإيجابية في أولمبي رادس؟ ودانيال سانشيز يعجز هذا الموسم عن الانتصار على النجم والترجي والنادي الرياضي الصفاقسي متصدر الترتيب. سلامات لبغداد بنجاح، باش يخرج يتلقى الإسعافات اللازمة. هذا دانيال سانشيز المدرب الفرنسي للنادي الإفريقي المولود في وجدة المغربية، ولا لقب مع النوادي اللي يدربها، ابن نيس. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي، وسفيان موسى المهاجم السابق للجمعية الرياضية بيريانا والمستقبل الرياضي بالمرسى، الشيخ ومكانه في تشكيلة النجم كخيار آخر للمدرب فوزي البنزرتي. كرة لمروان تاج في تنفيذ المخالفة، يرفع كرة لدويلة، فما رفع راية والتسلل ضد علي البريقي، ترجع الكرة للنادي الإفريقي من صيدو صليفو إلى عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو يرفع كرة زوير الثوادي قبل محمد أمين بن عمر، زوير الثوادي يطلب اللعب محمد أمين بن ناصر، ترجع للنجم كرة من علي البريقي طويلة إلى بغداد بنجاح، كرة للنجم الساحلي، لكن يرجع صيدو صليفو يقطع الكرة، ترجع للإفريقي من هشام بن قروي، هشام يلعب كرة مع مراد الهذلي، الزغلامي في النادي الإفريقي وسفيان موسى في النجم ينتظروا دورهم في التخير الثالث. كرة الطويلة، التوزيع على الغندري بالرأس بعيد على مرمى أيمن المثلوثي، الزغلامي وسفيان موسى على التغيير الثالث لفوزي البنزرتي ودانيال سانشيز. يخرج سيدو صليفو ويدخل شهاب الزغلامي، تغيير هجومي آخر للنادي الإفريقي لدانيال، ما عنده ما يخسر، انتظار التغيير القادم لفوزي البنزرتي، يخرج ارتكاز ويدخل مهاجم آخر راس حربة، مهاجم السابق للجمعية الرياضية بجربة، هداف الرابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي،
لاعب آخر قادم من فريق ينشط في المحترفة الثانية سابقا سفيان موسى ابن الجمعية الرياضية بيريانا. كرة من حمزان عقربي إلى عبد المومن جابو جابو مع فرانكوم يدور بالكرة يخسرها يضيعها تبقى للنجم من أيمن الترابلسي أيمن الترابلسي وبغداد بونجاح 4-2 أيمن الترابلسي مع مراد الهثني الهثني انزلاقية في الكرة ترجع للنجم الساحلي تبقى لبغداد بغداد يحاول التوزيع والتدخل من حمزة العقربي تمشي الكرة إلى زهير الذوادي صابر خليفة صابر خليفة متابعة من زياد بوغتاس وعلي البريكي وكرة لزهير الذوادي الذوادي بوغتاس زهير الذوادي يهرب زياد بوغتاس ويربح المخالفة على المخالفة للنادي الإفريقي. التوقيت 90 دقيقة لعب 90 دقيقة لعب 2-1 للنجم الساحلي ضد النادي الإفريقي. كرة بين اثنين واضح واضح الجذب من القميص من زياد بوغتاس مع زهير الثوادي والتغيير للنجم الرياضي الساحلي سفيان موسى ينتظر يقول بعد تنفيذ المخالفة فوزي البنزرتي. كرة للنادي الإفريقي 19 و17 مروان تاج باش يخرج ويدخل سفيان موسى في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في الدقائق المتبقية من الوقت البديل للحكم محمد أمين بن ناصر. تنفيذ المخالفة للنادي الإفريقي خروج مروان تاج في ثامن مقابلات وهذا الموسم ويدخل سفيان موسى في 9 ظهور له مع النجم وسبعة دقائق وقت بديل يضيفهم الحكم محمد أمير بن ناصر 7 دقائق في الفترة الثانية وكرة للنادي الإفريقي التجاني بالعيد مخالفة في شكل ركنية أمام الحارس أيمن المثلوثي تنفيذ الكرة من تجاني بالعيد بالرأس ما يخوي صابر خليفة ترجع سكوت مراد الهدي في منطقة الجزاء يطلب اللاعب طاقم التحكيم ترجع من جديد للنادي الإفريقي من الحارس فاروق بن مصفى 7 دقائق لنهاية هذه المباراة والنجم يتقدم بهدفين مقابل هدف. صعبة صعبة المباراة طويلة على حبان نجم الدقائق المتبقية وقصيرة على حبان النادي الإفريقي محمد بن أمير بن عمر يعكس الهجوم للنجم الرياضي الساحلي النجم يلعب على المرتدات على الهجومات المعاكسة من أجل قتل المباراة بهدف ثالث والنادي الإفريقي حاول كثيرا جاهد من أجل هدف التعديل لكن الصمود كان كبير من دفاع النجم الرياضي الساحلي خاصة في الفترة الثانية. مباراة تكتيكية على مستوى عال نجح فيها فوزي البنزرتي اليوم قدام الفرنسي دانييل سانشيز ب10-11 كرة من مراد الهذلي يلعب النادي الإفريقي آخر كراته في هذا اللقاء يسقط الهذلي ترجع الكرة للنادي الإفريقي الدقيقة الثانية بعد 90 كرة للنادي الإفريقي من فاروق يلعب كرة حمزة العقربي مراد الهذلي مراد الهذلي يرفع كرة زهير الذوادي مع علي البريكي يخذها علي يقبل زهير روحة كبيرة لملاعبية النجم في نهاية هذه المباراة طويلة من زياد بوغتاس إلى هشام بالقروي هشام بالقروي هشام بالقروي يطلب المساندة يلعب خير اللعبة الطويلة المباشر إلى عبد المومن جابو جابو قدامه فرانك كام جابو كام يسقط عبد المومن جابو والمخالفة للنادي الإفريقي. المخالفات كم هي عديدة المخالفات في مباراة اليوم التدخل كان واضح من فرانك كام أمام عبد المومن جابو زهير الذوادي بسرعة التنفيذ يرفع كرة بعيدة على شهاب الزخلامي تخرج الكرة ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي في الدقائق الأخيرة المتبقية من هذه المباراة. النجم الساحلي اللي كان الحق بالنادي الإفريقي أول هزيمة هذا الموسم في الجولة الثالثة ذهاب في أولمبي سوسة بهدفين مقابل 0 كرة طويلة من أيمن المثلوثي يأخذها محمد أمين بن عمر تخرج للنادي الإفريقي يلعب كرة هشام بالقروي إلى التيجاني بالعيد 4 دقائق
ما زالت في الوقت البديل. كرة طويلة تبقى لعبد المؤمن جابو، يتدخل دفاع النجم الساحلي جابو، يلعب كرة مع التيجاني بالعيد، توصل لزهير الذوادي، يلعب واحد اثنين مع التيجاني زهير، يحاول التوزيع على مستوى القائم الثاني، كرة من شهاب الزغلامي بالرأس والكرة خارج الإطار والمرمى. احتجاج من بلال العيفة على شهاب الزغلامي، هذه الكرة الأخيرة، هذه كرة شهاب الزغلامي الرأسية، ضربة 6 أمتار من نجم رياضي الساحلي. 3 دقائق لنهاية المباراة، 2-1 للنجم. 3 دقائق أخيرة، كرة طويلة من أيمن المثلوثي، الإفريقي في الهجوم والنجم في الدفاع، طبيعي جدا. كرة من مراد الهذلي، الهذلي الهذلي بين 3 يسقط، ومخالفة أخرى، مخالفة أخرى للنادي الإفريقي بعد التدخل من أيمن الترابلسي للنادي الإفريقي. يصعد حتى فاروق بن مصطفى، هذه الكرة الأخيرة والكرة الثابتة للنادي الإفريقي. يبقى كان حمزة العقربي على مستوى نقطة منتصف الميدان، تفوق عددي واضح للاعب النادي الإفريقي في منطقة الجزاء. كرة من الجانب العيد، يرفع كرة بالرأس سهلة في دين أيمن المثلوثي، على الرأسية الأخيرة للجزائري هشام بالقروي. زوج حراس دوليين للإفريقي والنجم الرياضي الساحلي، يلعب أيمن المثلوثي، كرة لعليا البريكي، يأخذها زهير الذوادي لكن يخسرها، ترجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي بسرعة على التنفيذ، والكرة لمحمد أمير بن عمر. محمد أمير بن عمر يقتحى التيجاني بالعيد، يعطي كرة إلى هشام بن قروي، نادر الغندري، نادر الغندري يلعب كرة إلى التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد آخر كرات هذه المباراة، التيجاني بالعيد، التيجاني بالعيد، يعطي كرة عبد المؤمن جابو، 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 صابر خليفة على اليمين، يلقى الحل في صابر خليفة، عبد المؤمن جابو مع عمار جمل، صابر خليفة وعمار جمل يحاول التوزيع على القائم الأول، يتدخل فرانكام، يخرج كرة للتماس، التماس للنادي الإفريقي، كرة من صابر خليفة، هو الذي سيتكفل بالتنفيذ ويرجع إلى عبد المؤمن جابو، يلعب جابو يهرب بغداد بن عبد المؤمن جابو، يعطي كرة إلى زهير الثوادي، الثوادي وزع إلى صبر خليفة، لمسة واحدة كرة ترجع نادر الغندري، حاول التصويب، يطالب بضربة جزاء، يطلب اللعب محمد أمين بن ناصر، وتبقى الكرة لبغداد بنجاح، الترويض أمام عمزة العقربي، والكرة تخرج للتماس للنادي الإفريقي. كرة المساعد الأول فاروق بن فرحات، فاروق بن فرحات، والتماس ينفذ، حمزة العقربي لعبد المؤمن جابو، جابو حاول التصويب من بعيد وكرة خارج الإطار، بعيدة تصويبة عبد المؤمن جابو. نلعب تقريبا في 30 ثانية الأخيرة في هذه المباراة، ولا يزال النجم متقدمانيا بهدفين مقابل واحد، 2-1 للنجم الرياضي الساحلي. النادي الإفريقي قد تكون هزيمة رابعة، والانتصار رقم 11 للنجم الرياضي الساحلي، والنجم ذهابا وإيابا آنيا فائز على النادي الإفريقي. كرة من أيمن المثلوثي، 5 ثواني الأخيرة في الوقت البديل، والكرة للنجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن ناصر ينبه على عبد المؤمن جابو وعليا البريقي وأيمن المثلوثي في تنفيذ ضربة 6 أمتار، وينهيها محمد أمين بن ناصر. نهاية المباراة، انتصار النجم الرياضي الساحلي على النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف، وتقليص الفارق، بطولة جديدة انطلاقا من الجولة الرابعة. إياب 39 نقطة للنادي الإفريقي، 37 للنجم الرياضي الساحلي، 34 للترجي الرياضي. الهزيمة الثالثة للإفريقي، والانتصار 11 للنجم الرياضي الساحلي. الجمهور الإفريقي يساند لاعبيه بعد نهاية المباراة. أدي كرة بوغتاس إلى بغداد بنجاح، لمسة بالرأس إلى عليا البريقي، مدها وسجلها بغداد بنجاح بكرة في القائم الأول، صعب على فاروق بن مصطفى، هدف من أجمل الأهداف هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هو العاشر لبغداد في ترتيب وفي عداد الهدافين إلى حد الآن، 10 أهداف لبغداد بنجاح، 2-1 للنجم الرياضي الساحلي ضد
النادي الافريقي ثنائية بغداد بونجاح في الدقيقتين 25-57 وهدف لصابر خليفة في الدقيقة 27. عبد الرحمن اكيد اذا كان فما استجوابات مباشرة من اولمبي رادس قبل العودة الى الاستوديو التحليلي مع انيس المجر. احنا في الانتظار هيكل بالنسبة للاستجوابات الخاصة بهذا اللقاء، اكيد نرجع معك هيكل في انتظار الاستجوابات والعودة اكيد في انتظار الاستجوابات. سنة معايا عمار جمال عمار كذلك ايمن المثلوثي. ايمن على كل عمار مباراة هامة اليوم، ربحت المباراة اللي لازم تتربح. صحيح المقابلة ذي